بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده عباره عن جزئين، الجزء الاول مجموعه من الاخبار. يمكن كره القدم شغلت بالنا الفتره اللي فاتت سواء مع منتخب او طبعا مشاركه النادي الاهلي في بطوله العالم للانديه، طبعا واخده حيز كبير من الساحه الرياضيه في الوقت الحالي. فطبعا يعني قلنا نطلع النهارده نذكركم ونقول لكم اخر الاحداث الرياضيه في الالعاب الاخرى اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، لان حصل مجموعه كبيره من الاحداث ان شاء الله نحطها قدام حضراتكم النهارده في النص الاول من حلقتنا. النص الثاني فقرتنا الحواريه، انتوا عارفين ان برنامجنا او يعني برنامج الابطال بشكل خاص يعني بنؤمن برياضه السيدات، ويمكن حضراتكم يعني احنا من يوم الاول للبرنامج واحنا عارفين ان رياضه السيدات يعني تاتي بكتف بكتف مع الرياضه في الرجال، يعني نشاط كرة السلة سيدات، الطايرة سيدات، كل أنشطة الرياضة السيدات لا تقل أهمية أبدا بالنسبة لنا كبرنامج عن أنشطة أو مشاركة الرجال. وأكبر دليل على كلامنا وصحة وجهة نظرنا أنه الميدالية الأولمبية الذهب السنة دي أو اللي حصلت في طوكيو السنة اللي فاتت كانت فريال أشرف، يعني كاراتيه السيدات، وكمان جيانا دكتورة جيانا فاروق طبعا ميدالية تانية، يعني ميداليات اتحققت على يد سيدات مصر الحقيقة. وهدايا ملاك طبعا مش محتاج يعني اقول ثلاث ميداليات يعني نذكرهم، ده اخر اولمبياد في يعني لو اتكلمنا هنتكلم كتير. فالحقيقه رياضه السيدات لا تقل اهميه بالنسبه لنا كبرنامج الابطال عن الرجال، هي نفس الوضع، بل بالعكس في اوقات السيدات بتفوقوا على الرجال في العاب كتير الحقيقه. النهارده هنتكلم عن تنس الطاوله. تنس الطاوله في النادي الاهلي الحقيقه خرج اجيال واجيال واجيال. والجميل في تنس الطاولة عشان وفرة اللعيبة وكثرة اللعيبة واللاعبات عندنا لعيبة كتير جدا بتطلع تحترف بره، عندنا عمر عصر والنتيجة اللي حققها التاريخية في الأولمبياد خامس، فبيدل على إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح في النادي الأهلي في تنس الطاولة. وسيد لاشين والبيلي، أنا مش عايز أنسى حد، كلهم الحمد لله نجوم. أنا يمكن بجيب الحدث الأبرز يمكن كان خامس عمر عصر لاعب النادي الأهلي. وده جه نتيجه النادي الاهلي سمح للعيبته انها تحترف. النادي الاهلي في تنس الطاوله بيسمح للعيبه واللاعبات انها تحترف. الجميل ان زي ما عندنا محترفين رجال عندنا ايضا لاعبات محترفات بالخارج في تنس الطاوله، يمكن اخرهم وليس اخرهم اخرهم، انما عندنا وهنستعرضهم مع حضراتكم، عندنا ثلاث لاعبات بره محترفات في تنس الطاوله في انديه كبيره، يمكن اخرهم هي مريم الهضيب. انتوا عارفين طبعا عندنا نجمتين كبار توأم في الفريق الاول ومنتخب مصر، وهي مروه الهضيبي ومريم الهضيبي. مريم خدت بطوله افريقيا اللي فاتت ويمكن فرقت معاها في الرانك يمكن 100 بوزيشن في الرانك العالمي، نطت يمكن 100-150 مركز في التصنيف العالمي. مريم جالها عقد في نادي العروبه الاماراتي، النادي الاهلي وافق لها تسافر تحترف هناك، تكتسب مزيد من الخبرات، اشتراكات على مستوى اسيا، وما ادراك ما اسيا، الصين في اسيا، كمان اشتراكات ومعسكرات في اوروبا، يعني يمكن حاجه جيده جدا ان احنا نشوف لاعبات محترفات في الخارج. هتكون معانا النهارده مروه الهضيبي وهيكون معانا مريم الهضيبي، الاثنين مريم اللي احترفت ومروه اختها، عشان نستطلع طبعا معاهم رايهم في الاحتراف ووجهه نظرهم وازاي ابتدى الفكره عندهم، وهل مروه اخت مريم بتفكر انها تلحق بيها كاحتراف ولا لا، ده اللي هنشوفه في الفقره الحواريه. انتظرونا ان شاء الله يكون في كلام كتير عن هذا الموضوع. يمكن هرجع قبل ما استهل الاخبار بتاعتي، يمكن عندي خبرين محتاج اتكلم فيهم. اول حاجه، جماهير النادي الاهلي امبارح كانت بتتساءل ليه جمهور النادي الاهلي كان قليل في الملعب مباراه بالميراس طبعا بطل البرازيل مع النادي الاهلي امبارح، بيتساءلوا ليه جمهور النادي الاهلي كان قليل. انا باختصار هوضح لحضراتكم الصوره، ماتش بالميراس ده المباراه الاولى لفريقهم، فجماهير بالميراس حجزت التذاكر من ساعه ما اتطرحت على الاونلاين، حجزت الملعب كله. طبعا احنا ما كناش عارفين هنقابل مين وما كناش عارفين هل يعني هنتأهل ولا لا بعد المباراه الاولى مع بطل المكسيك، ولكن حجزوا الملعب كله. فعشان كده جمهور النادي الاهلي لما النادي الاهلي تأهل وجم يحجزوا لقوا الملعب فل مليان. طب هل دي مشكله النادي الاهلي؟ لا، هو ده كان مفروض في البدايه يتم طرح عدد تذاكر قليله وبعد المباراه الاولى يتم فتح الباب للتذاكر الثانيه بعد ما تعرف مين ثاني اللقاء، ولكن ما حصلش. يعني يمكن اللجنه المنظمه تداركت ده، ولكن بعد فوات الاوان كان الملعب انتهى وتم حجز الملعب يمكن بالكامل لجمهور بالميراس. طيب ايه اللي حصل المره دي؟ اللي حصل المره دي ان مباراه النادي الاهلي يوم السبت اللي جاي، هل هنشوف نفس المنظر؟ لا، الموضوع مختلف. الموضوع مختلف ليه؟ لانه اللجنه المنظمه طرحت بس من ساعه الاستاد
5000 تذكره قبل كده واتباعوا لفئات مختلفه، تم باعهم لفئات مختلفه مش جمهور احد الناديين. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بعد مباراه النهارده اللي بتتلعب دلوقتي تشيلسي وتخلص هيتحدد مين المتاهل ومين الخسران. طيب حلو جدا، اللي هو هيبقى طرف اللقاء بكره، فهيبتدي فتح الباب بعد مباراه النهارده. انتظروا جمهور النادي الاهلي اللي عايز يحضر المباراه، انتظر فتح الباب عقب مباراه اللي شغاله دلوقتي، مباراه النهارده اللي شغاله بين تشيلسي والهلال السعودي. المباراه ونتيجه 1-0 لتشيلسي، وعلى فكره الهلال السعودي عامل مباراه كويسه جدا. دلوقتي الدقيقه 80، نتمنى طبعا فوز نادي الهلال، اكيد يعني هيبقى حاجه جيده لينا جدا انه نادي عربي يتاهل للفاينل، ولكن هنشوف النتيجه ايه. بعد المباراه مباشره هيتم فتح الباب، ويمكن النادي الاهلي نزل بيان بهذا. خليني اقرا لحضراتكم شارح كل شارح، حبيت بس ابسط الموضوع شرح لحضراتكم، وهقرا بيان النادي الاهلي. تعرف على موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراه الاهلي القادمه. توصلت بعثه النادي الاهلي في ابو ظبي صباح اليوم مع اللجنه المنظمه لبطوله العالم للانديه لاستبيان الموقف من تذاكر المباراه القادمه التي يخوضها الفريق يوم السبت المقبل لتحديد المركزين الثالث والرابع. وافادت اللجنه المنظمه في ردها الرسمي على النادي الاهلي ان هناك 5000 تذكره فقط خاصه بمباراه تحديد المركزين الثالث والرابع تم بيعهم من خلال الحجز الالكتروني لفئات متنوعه وغير محدده، وبعدها تم اغلاق السيستم لحين تحديد الطرف الثاني للمباراه ما بين تشيلسي والانجليزي والهلال السعودي اللذان يلتقيان الليله، والمباراه قربت تخلص بالمناسبه فاضل 10 دقائق او يمكن ربع ساعه بالوقت الضايع. وانه عقب هذه المباراه سيتم فتح الباب على الحجز الالكتروني على بقيه تذاكر المباراه، لذا على الراغبين من جماهير النادي الاهلي في حضور المباراه لمشاهده فريقهم مراعاه الموعد المحدد لفتح باب الحجز حتى يتمكنوا من الحصول على التذاكر التي تمكنهم من حضور المباراه. نتمنى طبعا جمهور النادي الاهلي النهارده، ومش هوصيكم طبعا اكيد هيحصل يعني ان شاء الله ده في، انما اللي حصل النهارده كان لازم يحصل في مباراه امس، انه طبعا ما يتفتحش الحجز الا بعد تحديد الطرف الثاني. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي نشوفه بكره مع فرقته، وان شاء الله باذن الله الفوز النادي الاهلي بكره. حتى الان احنا المفروض هنلاعب او يوم السبت هنلاعب الهلال، ده يعني على حسب النتيجه حتى الان، ولكن نتمنى فوز الهلال اكيد طبعا كنادي عربي شقيق يتاهل للمباراه النهائيه. طيب خلينا نروح لبعد كده، بعد كده يمكن انا عايز اتكلم عن فريق الكره. يمكن احنا شفنا طبعا الهزيمه امبارح ب 2-0، ولكن انا عندي بعض النقاط اللي عايز اوضحها. انا مش هتكلم في امور فنيه طبعا، كابتني وكابتن مصر على شاشه قناه النادي الاهلي تكلموا واستفادوا في الناحيه الفنيه، ولكن انا اتكلم على امر عظيم جدا وهو ده سر عظمه النادي الاهلي. يعني بالرغم من غيابات النادي الاهلي والاصابات اللي هي ما حصلتش، يعني انا يعني في طول عمري يعني ما سمعتش ان النادي الاهلي خاض مباراه ب 18 لاعب كقايمه ومنهم اثنين حراس مرمى، يعني بنتكلم في 16 لاعب، 11 في الملعب وخمسه قاعدين على البنش بره. الموضوع كان قاسي جدا، ويمكن النادي الاهلي عمره ما تعرض في بطوله كبيره زي دي انه يبقى بالشكل ده. شفنا اصابات كبيره جدا، لعيبه المنتخب الدوليين جم قبل المباراه ب 24 ساعه، الامور مكعبله، ومع ذلك شوفوا الامور ماشيه ازاي. ومع ذلك اللعيبه امبارح نازله تكسب، اللعيبه امبارح نازلين نكسب، وهو ده عظمه النادي الاهلي، وهي ده عظمه اللعيبه. امبارح طالعه من الماتش زعلانه، الجهاز الفني نازل يكسب. لا ما كان ممكن اي نادي تاني يبقى عنده شماعه يعلق عليه يقول لك انا ناقص، ولكن مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي نزل امبارح وكل العالم شاف ده، وتغييراتك وهجومك وحتى الارقام بتدل ان النادي الاهلي تساوى راس براس مع بالميراس. اللي عايز اقوله لكم كمان مش كده بس، الموضوع ما كانش الجمهور واللعيبه، ده اسف الجهاز الفني واللعيبه، جمهور النادي الاهلي زعلان. ايوه احنا زعلانين، كنا عايزين نكسب. هي دي عظمه النادي الاهلي. النادي الاهلي مهما كان المنافس ما بيشوفوش روح النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي، فهي احترام الخصم، اللعب للفوز مهما كانت الصعاب، ومهما كانت الاصابات، ومهما كانت الغيابات، ومهما كان التيار ضدك، واخد بالك ازاي؟ انت هنا النادي الاهلي، وهي دي عظمه النادي الاهلي. يمكن النقطه دي حبيت اوضحها لان الموضوع ده يعني عظيم جدا. ومع ذلك المباراه امبارح هتلاقي حتى الجمهور بيساند فرقته، مش زعلانين من الفرقه، بالعكس يلا شدوا حيلكم، عايزين المركز الثالث، عايزين الميداليه البرونزيه زي ما عودتونا، وان شاء الله الجايات ولينا عوده، لينا عوده باذن الله. احنا البطوله دي افضل من بطوله السنه اللي فاتت، الحمد لله رب العالمين. باذنك يا رب اللي جاي هتبقى احسن،
النادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم. اصبح النادي الاهلي النهارده بيكسب بطل المكسيك، بطل البرازيل بيكسبك بالعافيه في ظل غيابات وطرد لاعب، وبيكسبك 2-0 وبيطلع فرحان جدا بالمكسب. النادي الاهلي اصبح نادي عالمي، علامه ولوجو النادي الاهلي اصبح في كل حته في العالم معروف. النهارده انت امشي في البس تيشيرت النادي الاهلي هيعرفوك في المكسيك، البس تيشيرت النادي الاهلي هيعرفوك في البرازيل، البسها في اي حته تيشيرت النادي الاهلي دلوقتي يعني يكفي ان ده قيمه كبيره، وبنبني مستقبل للنادي الاهلي باللي احنا بنعمله ده، مستقبل عظيم لاولادنا اللي جايين ولاعبتنا اللي جايين، مستقبل عظيم كبير جدا. وجود النادي الاهلي في البطولات دي باستمرار واداؤه ده بيدل وبيثبت النادي الاهلي نادي كبير، راس براس بالانديه الكبيره على مستوى العالم، اكثر الانديه حصولا بعد ريال مدريد على مستوى العالم بالبطولات القاريه والعالميه هو النادي الاهلي. فاذا النادي الاهلي مش بنقول انه اعظم نادي في الكون، ده كلام مرسل، ولكن ان اعظم نادي في الكون بالارقام بالطموح بالروح، وهو ده اللي ميز النادي الاهلي امبارح بالرغم من الخساره وان احنا كنا متضايقين، ولكن دايما في حاجه ايجابيه بنحب نوضحها لحضراتكم. هتنقل على حاجه ثانيه ويمكن كنت محتاج النهارده اتكلمها واحط الضوء عليها، وهو محمد صلاح. محمد صلاح ظهر في تمرينه مع ليفربول ويظهر علي علامات حزن شديده، يمكن اول مره دي يعني الصوره دي بامانه انا مش قادر ابص فيها. محمد صلاح باين عليه قله النوم، باين عليه الحزن الشديد. اول مره محمد صلاح نشوفه بهذا الوجه، دايما وشه بشوش ودايما وشه فيه طاقه ايجابيه لكل اللي حواليه لكل اللي حواليه. محمد صلاح النهارده لما يظهر في التمرين بهذا الحزن، الموضوع ده محتاجين نحلله. محمد صلاح مش رايح المنتخب كما ادعى البعض، قال لك انه بيروح عشان الاصابات. محمد صلاح رايح المنتخب عايز يحط مصر رقم واحد. محمد صلاح وطني من العيار من التقيل، راجل بيفكر انه عايز منتخب مصر يكسب. الحزن الشديد انتوا شايفينه ده على قد ما كان طموحاته، يعني انت بتحزن قد طموحاتك، فانت لو طموحاتك مع منتخبك طموحات كبيره حزنك بيبقى بالشكل ده. وحتى مدير فني ليفربول حاس بده وقال وعلق ان صلاح فعلا حاسس بحزن ودي خيبه امل كبيره وحاسس بيها، ولكن هو النهارده ممكن يكون افضل. انا ليه بقول كده؟ صلاح احنا عارفين انت عملت ايه، وعارفين المجهود اللي بذل، وعارفين حجم المسؤوليه اللي انت شايلها. يكفي ان منتخب مصر كل الفرق اللي لعبها بدايه من نيجيريا نهايه بالسنغال هي فرق حاصله على البطوله قبل كده، ولكن بلاش السنغال، هنقول مما قبل السنغال، كل الفرق اللي احنا تاهلنا على حسابها فرق حصلت عليها تاريخ. الناحيه الثانيه السنغال كل الفرق اللي هي قابلتها، واستاذنكم يا جماعه في كنا جايبين جدول كده يعني بيوضح السنغال قابلت مين واحنا قابلنا مين. السنغال ما قابلتش فريق واحد، اهي الجدول اهو يا جماعه، يعني منتخب للاسف منتخب السنغال قابل لعيبه او قابل فرق غينيا، ملاوي، راس الادرى، غينيا الاستوائيه، بوركينا فاسو. الفرق دي ولا فرقه من دول خدت بطوله، زيرو 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 زيرو. بص الناحيه الثانيه، نيجيريا 3 ألقاب، السودان لقب، كوت ديفوار لقبين، المغرب لقب، الكاميرون 5 ألقاب. السنغال يمكن ده لقبها الاول، ولكن انت الطريق للسنغال انت كان محفوف مع دول وانديه ليها تاريخها وعقارتها العراقه بتاعتها، مش بس كده، ولاعبتها الموجودين دلوقتي لعيبه محترفين، فرق يعني مش بس حاضر، ممكن يقول لك ده ماضي، لا ده ماضي وحاضر. وتتاهل بثلاث مباريات او 4 مباريات تلعبهم 120 دقيقه. محمد يا صلاح احنا عارفين انت عملت ايه، حجم الجهد المبذول منك من اللاعبين حاجه يعني تدعو للفخر. ما تزعلش، افتكر اللحظات اللي كانت، يمكن دي رساله لمحمد صلاح المتواضعه، ان افتكر اللحظات يا محمد اللي انت شفتها في بدايه حياتك الصعبه واللي وصلتك دلوقتي انت تبقى ثالث افضل لاعب في العالم، وان شاء الله تبقى افضل لاعب في العالم. شوف اللحظات دي كانت صعبه ازاي وتخطيتها ووصلت اللي انت عايزه. انت شفت لحظات صعبه من المنتخب نهائي 2 نهائي ما نفوز، افتكر اللحظات دي يا محمد عشان صدقني ربنا هيعوضك وهتكسب بطوله افريقيا مع المنتخب. وخليك فاكر كلمتي دي، حتى ساديو ماني صديقك ورفيقك في ليفربول قال ان محمد صلاح هيكسب، ومحمد صلاح عنده القدره انه يقدر يجيب لفرقته بطوله افريقيا، هيحصل والبطوله بتيجي كل سنتين. وانت ان شاء الله قادر يا محمد يا صلاح ان انت تجيب لمنتخب مصر مع زمايلك ولاعيبه منتخب مصر اللقب اللي احنا فقدناه بقالنا فتره. كل التحيه ليك، كل التحيه لفكرك، كل التحيه لوطنيتك محمد، وكلنا دعم ليك ولموقفك، وان شاء الله ما نشوفش الحزن ده تاني عليك تاني ابدا يا محمد. عايزينك دايما انت اللي بتدي طاقه ايجابيه لكل اللي حواليك، عايزين نشوف دايما انت راجل مبتسم وراجل وشك كله ايجابيه وشغف بكره القدم. دي كانت المقدمه بتاعتنا، خلينا نطلع لفاصل عشان نرجع بعد الفاصل نستعرض مع حضراتكم اخبارنا، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا زي ما قلت لحضراتكم يمكن الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا يمكن كره القدم كانت بتطغى على الساحه الرياضيه بشكل كبير، لانه طبعا في احداث كانت مع منتخب مصر والنادي الاهلي، فكان يمكن الالعاب الاخرى شويه ما كانتش عليها السبوت الاعلامي، ولكن ده دورنا ان احنا نجيب لحضراتكم الاخبار اللي حصلت خلال الاسبوع يمكن اللي فات. يوم السبت اللي فات فريق كره اليد بالنادي الاهلي كان عنده مباراه في كاس مصر في دور ال 16 كانت مع نادي سموحه، والمباراه اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل، والحمد لله فزنا وتاهلنا بنتيجه 31-21 الى مباراه دور الثمانيه. هنلاعب مين في دور الثمانيه؟ هنلاعب سبورتنج ان شاء الله بعد شهر تقريبا، يعني في شهر مارس هتبقى المباراه هناك في سبورتنج وسط جمهورها وملعبها. ماتش صعب، ماتش صعب لان ماتش سبورتنج الاخراني في الدوري هناك انتهى بالتعادل، فان شاء الله فرقتنا تبقى مستعده كويس وتكون استفادت من مباراه سبورتنج اللي فاتت. وبالمناسبه احنا كمان هنلعب سبورتنج في الدور اللي جاي، لان خلاص الدور الاول انتهى، الدور الاول في الدوري المحترفين انتهى، الدور الثاني هيبتدي بكره ان شاء الله وهنبتدي مع سموحه تاني. انتوا فاكرين ان احنا اول الدور الاولاني كنا لعبنا مع سموحه على ملعبنا وزعنا المباراه دي لحضراتكم، الدور الثاني هيبتدي بكره وهيبقى اول مباراه برضو مع سموحه بس في اسكندريه، و الماتش اللي بعد كده ان شاء الله هيكون مع سبورتنج، هيكون غالبا في صاله النادي الاهلي ان شاء الله، هيبقى يوم خميس يوم 17 فبراير. ماتش سموحه هيكون في اسكندريه زي ما قلت لحضراتكم على ملعب سموحه طبعا، والنادي الاهلي دلوقتي في المركز الثاني برصيد 17 نقطه بفارق نقطتين عن الزمالك ان شاء الله. الدور ده هيتاهل اربع فرق من سته للادوار النهائيه ان شاء الله، النادي الاهلي منهم باذن الله. هنروح لكره السله، يمكن انتوا عارفين حضراتكم ان تم استدعاء سبع لاعبين من منتخب مصر لمنتخب مصر كره السله اللي بيعسكر دلوقتي في برج العرب، يمكن بعد وكابتن مدير فني روني راي اللي حضر من بلاده قادما كمدير فني لمنتخب مصر بدا التدريبات مع فرقته، ولكن بعد يومين ثلاثه شفنا طبعا خبر ما اسعدناش كلنا، كنا زعلانين جدا، وهو اصابه عمر عزب لاعب الفريق بكسر في الشظيه او بمشط الرجل. دي صوره عمر عزب نجمنا طبعا القادم من سموحه واحد نجوم الفريق روحا وقتالا ومستوى فني حاجه جميله جدا عمر عزب. يعني عمر عزب اتعرض لكسر في الشظيه يستدعي كسر غير متحرك، يستدعي جبس لمده من 6 لـ 8 اسابيع، ولكن الحمد لله ده كسر غير متحرك. طبعا كسر متحرك يعني بيحتاج بعد الشر عمليه، كسر غير متحرك العظمه في مكانها بتحتاج جبس فقط لالتئام الكسر، فطبعا كنا لازم يكون معانا عمر عزب عشان نطمن منه على حالته ومعنوياته طبعا، لان الاصابه جايه في وقت صعب شويه. ازيك يا عمر؟ كابتن ايسن ازي حضرتك؟ الف مليون سلام عليك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، وده قدر، الاصابات جزء من الرياضه، وانت راجل مؤمن وعارف طبعا الكلام ده. الف سلام عليك يا عمر. يا رب الله يسلم حضرتك. الحمد لله الحمد لله كل شيء الحمد لله. عمر كلمنا عن الاصابه، جت ازاي؟ شعرت بايه؟ ايه اللي حصل عشان تتصاب؟ والله هو كان في يعني هي كانت اول تمرينه خالص يعني في المعسكر، هو كان في دريل كده اللي هو بنعمله، باخد اللي هو زي اوفنسيف فاول او تشارج فبعمله، ف يعني حد دخل فيا اتكعب يعني اتكعبل فداس على رجلي برقص طبعا، فبس حسيت يعني بوجع جامد قوي في الانكل، حسيت في حاجه غلط يعني، ما حسيتش نقص بين انكل عادي، لا حسيت بقى طبعا ورم كبير جدا، بس الحمد لله على كل شيء يعني الحمد لله. الحمد لله. طب هي في الشظيه صح، في المشط الرجل ولا في الانكل؟ في الانكل، العظمه اللي هي الخارجيه اللي من بره، العظمه الخارجيه اللي هي الكلكعه الكبيره اللي بره على يمين الانكل. هي دي واضح ان الوقعه كانت جامده يا عمر، لان العظمه دي انا اول مره في حياتي يعني اسمع ان في حد بيتكسر فيها. ما ده كان كلام الدكتور بقى يعني، دكتور العظمه لما رحت له قال لي يعني العظمه دي صعبه جدا تتكسر، وبالذات في الباسكت يعني بالذات في لعبتنا، ان احنا لعبتنا مفيش تاكل زي الكوره صح، زي فاللي داس لي عليها طبعا كان يعني قويه شويه، فبس يعني هو طبعا مش قصده يعني طبعا اكيد، بس هو مين يا عمر؟ هو مين؟ هو يعني اخويا وحبيبي عمرو زهران، بس هو اكيد مش قصده طبعا. لا خالص، هو يعني حضرتك عارف احنا في الباسكت يعني بننسى اي حاجه وبنلعب طبعا جامد على بعض عشان يعني نحسن من بعض، بس طبعا لا هو مش قصده خالص يعني، هو اخويا وحبيبي يعني. وخلي بالك يعني دي ان شاء الله حاجه ان شاء الله بسيطه، موضوع يعني ان شاء الله جبس، بس عايز اديك نصيحه على الهوا يا عمر، يعني ما تستعجلش ابدا في الجبس يا عمر، يعني انا دفعت ثمن استعجال، يعني لو الدكتور قال لك من 6 لـ 8 اسابيع اقعد 8 اسابيع، لانه انا تعرضت لحاجه زي كده واستعجلت في فك الجبس، ان شاء الله ده ما يحصلش معاك، وكل لعيب زيك وانت بالاخص انت من اللعيبه دي بيبقى عايز ينزل الملعب ومستعجل عايز يأدي وعايز يشيل فرقته، هموت وارجع بس في نفس الوقت لازم تحافظ على نفسك، ادي لنفسك وقت الالتئام
لان لا قدر الله لو فكيت الجبس بدري بيكون في مضاعفات ممكن تؤدي بعد الشر لتدخل جراحي، وده اللي حصل معايا. يمكن انا بديك النصيحه دي لان انا عارف قد ايه انت بتقاتل وقد ايه تبقى عايز تنزل تلعب تاني. اه والله نفسي يعني نفسي ارجع، وان شاء الله ناخد الدوري السنه دي يعني ان شاء الله، ويعني ان شاء الله هبقى ارجع اقوى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب انت يعني هل انت رايح لدكتور تاني ولا اكتفيت بالعرض على الطبيب اللي رحت له، ولا يعني هل عندك يعني خطه طبيه، ولا انت خلاص انت حالتك اتشخصت تماما كده ومفيش اي محاولات تانية؟ لا انا طبعا يعني بحب اشكر طبعا الجهاز الطبي في النادي الاهلي ومنتخب مصر الاثنين بصراحه، يعني ما سابونيش لحظه، فكل واحد فيهم قال لي على دكتور، وقلت اخد برضه راي الدكتورين، يعني راي الدكتورين زي يعني هو بس ان شاء الله هروح لدكتور يعني ان شاء الله بعد 10 ايام او اسبوع من النهارده، هو ده يعني هيحدد الحاله بالظبط ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب قول لي يا عمر، يعني طمنا برضو على المنتخب، يعني انت كنت معاهم يمكن انت ما لحقتش يا حبيبي، يمكن تمرينه واتصابت، بس ده قدر ربنا وانت راجل مؤمن وعارف. يعني التمرين اخباره ايه؟ الروح المعنويه للمنتخب انت شايف يعني ان احنا ان شاء الله روحنا جيده؟ احنا نفسنا نتاهل لكاس العالم. لا بصراحه يعني انا المره دي متفائل جدا، واثق في زمايلي جدا ان هم يعني ان شاء الله هيقدروا ان احنا يعني يوصلونا كاس العالم. الروح عاليه جدا، الاتحاد الباسكت بصراحه عامل مجهود كبير جدا، كوتش روي مدرب كبير، فبصراحة الاستعدادات المرة دي جامدة والناس مركزة جدا، واللعيبة كمان كلهم رجالة كلهم بيتمرنوا بروح، فإن شاء الله أنا متفائل خير جدا يعني إن شاء طب الله. طب عمر، يمكن يعني الكوتش روني راي كان قال لك يعني أنا علق في حقك كلمتين حلوين جدا الحقيقة، يعني شايفهم إزاي؟ يعني هل دول يعني الكلام ده يمكن دي أول تمرينة، بس واضح إنه عارفك من كأس العالم 2017 اللي أنت كنت بتلعب فيه. طيب يعني الكلمتين اللي قالهم في حقك إيه؟ لا هو بصراحة يعني قال لي أنت، هو اتكلم معايا قال لي اللي أنت عملته ده النهاردة يعني أنت مقاطع، أصل هو أنا عملت حاجة هو كان طالبها، يعني هو دريل كان هو كان حاجة عايزها يعني، فأنا ما خفتش من الشارج اللي هو كان طالبه يعني، فهو قال لي لا أنت مقاتل وأنا عارف إنك هترجع، والكلام اللي قاله لي بصراحة محفزني إن أنا مخليني عايز أرجع ومرن تاني وألعب تاني، يعني كلام لسه في دماغي وما بيروحش بصراحة. بص يا عمر، يعني احنا حاسين قد ايه حجم يعني حزنك على الاصابه، بس صدقني يا حبيبي ده جزء من ارادتنا، وانت لاعب يعني عندك روح قتاليه جميله جدا، ولو ما كنتش عندك الروح دي ما كنتش هتبقى في النادي الاهلي. طبعا. فيعني بجد نتمنى لك كل الشفاء، وان شاء الله يعني تحتفل السنه دي باول دوري ليك ان شاء الله مع النادي الاهلي. ان شاء الله ناخد الدوري ان شاء الله نفرح الناس ان شاء الله. عمر عزب نجمنا طبعا، نجم كره السله ونجم منتخب مصر المصاب، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما انتم سامعين يا فندم او يعني يا ساده مشاهدين، قد ايه الروح اللي عنده، قد ايه هو حزين انه اتصاب، قد ايه عايز يرجع المنتخب، يعني حاجة يعني بجد الحاجة دي بتزعل الواحد، يعني بيبقى حزين. يمكن أنا كنت قبل ما أكلمه كنت يعني نفسي يعني أبقى، إنما هو الحقيقة يعني حزنه إنه عايز يلعب ده بيخلي الواحد يعني مشاعره تبقى متضررة. أنا اتعرضت لموقف زي ده ومواقف زي دي، بيبقى نفسي ألعب ولكن الإصابة مكلبشاك، ولكن ده قدر ربنا. ألف سلامة عليك يا عمر. طيب هنروح لكرة السلة. يمكن عندنا كان مباراة امبارح سيدات مع نادي الطيران، كان هيحصل مفاجأة امبارح وربنا ستر. امبارح نادي الطيران عمل معانا مباراة قوية جدا جدا، والمباراة كانت في المقاولين العرب طبعا بالجبل الأخضر، والمباراة شهدت تفوق نادي الطيران على فترات طويلة من المباراة، ولكن خبرات وكفاءات لاعبات النادي الأهلي حسموا المباراة في الآخر 75-74. كان هيبقى مطب يعني مش محسوب خالص، يعني انت رايح المباراة على سنة ان شاء الله كسبها، المطبات دي بتحصل هوب بتلاقي نفسك الترتيب اختلف. يمكن احنا خسرنا مباراه وحيده من سبورتنج على ملعبنا، كانت الدنيا هتبقى صعبه لان خلاص احنا متساويين كلنا، هتخسر ماتش ملوش لازمه ممكن تلاقي نفسك بقيت ثالث تصطدم مع سبورتنج في الايه في المباراه قبل النهائيه. فطبعا يعني الحمد لله ان احنا عدينا، اكيد الجهاز الفني يعني هيشوف الوضع ايه. اتصور ان المشكله احنا حاطين 75 نقطه وده معدل تهديفي الطبيعي بتاعنا، ولكن اتحط فينا 74 نقطه وده رقم اللي مش طبيعي، المفروض حط 60-55، ففي 15-20 بونت جم ازاي؟ لازم هيبقى في دراسه ويبقى في كلام، بس مبروك طبعا للفريق. يمكن عندنا اصابات واحده واحده بيرجعوا وبيحاولوا يعدوهم، فده طبعا ده اكيد سبب من الاسباب الضعف يمكن الناحيه الدفاعيه، بس انا بتفرج على تمرينهم الحقيقه بيتمرنوا بقوه جدا، وان شاء الله اللي جاي افضل لفريق كره السله للسيدات. طيب لسه مبلغيني دلوقتي ان خلاص تشيلسي فاز على نادي الهلال، هارد لك طبعا نادي الهلال. كده المواجهه يوم السبت ان شاء الله تكون مع نادي الهلال. بندعو جمهور نادي الاهلي انه يدخل دلوقتي على الموقع الالكتروني الخاص بالبطوله، هيلاقي التذاكر اتفتحت. يلا شد حيلكم يا جماعه، ان شاء الله تلاقوا اماكن جيده وكثيره طبعا، لانه هيبقى
الماتش هيبقى 3 العصر بتوقيت مصر، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا اكيد هيبقى قدام نادي كبير زي نادي الهلال، اكيد طبعا الجماهير السعوديه هتخش برضو تحجز، جماهير الهلال هتبقى مباراه بين اشقاء يعني من الطراز الفريد، يعني يمكن السعوديه ومصر في الرياضه يمكن طول عمرنا اشقاء واخوه، فان شاء الله تبقى مباراه جيده، نتمنى اكيد الفوز لنادي الاهلي باذن الله. طيب هنروح لكره الطائره رجال، يمكن انا قابلتهم امبارح في النادي الاهلي، كانوا لسه راجعين من مباراتهم مع بتروجيت، قابلت احمد صلاح وقطب وكان باين عليهم علامات المباراه والاجهاد شويه، كانوا بيلعبوا بتروجيت وكانوا بيلعبوا في صاله مصر البترول وفزنا الحمد لله، ده اول مباراه في الدور الثاني، الدور قبل النهائي يعني قبل الادوار الاقصائيه مع نادي بتروجيت، فزنا 3-0 ونتيجه الاصوات هقولها لحضراتكم 25-16 الشوط الاول، الشوط الثاني 25-23 كان طف جيم، الجيم الثالث 25-20 برضه كان طف جيم، يعني المباراه كانت قويه، عشان كده احمد صلاح كان عرقان امبارح قابلته كان لسه راجع من المباراه عرقان هو وقطب، والحقيقه يعني الحمد لله الف مبروك. عندنا مين؟ عندنا طلاع الجيش، عندنا بعد كده هنلاعب اسكندريه البترول رايح جاي، ادي مباراه فاضل 5 ان شاء الله، العلامه الكاميرا 3-0 زي ما عودونا. هنلاعب مباراه جاي، يعني 6 مباريات لعبنا مباراه فاضل 5 خلصنا 2 انا اسف خلصنا 2 فاضل 4 المباريات اللي جايه طبعا هتبقى تدريجيه اقوى، وبعد كده ان شاء الله متوقع ان هناخد اول الدوري، هنلعب الثامن بيست اوف 3 وبعد كده نطلع بعد كده قبل النهائي بيست اوف 5 وبعد كده النهائي بيست اوف 5 كل معركه، يعني دلوقتي لما تلاعب فرقه في النهائي عشان تقول انا كسبتها لازم تكسبها 3 من 5، تكسب بقى 3-0 3 يعني، فدي حاجه تحسب وحاجه جيده لاتحاد الكره الطائره اللي انا بحييهم وبتعمد كل حلقه او من حلقه للتانيه ان انا احييهم على مجهودهم، الحقيقه عاملين شغل كويس، انتظام للمسابقه حاجه جميله، فكر جديد بيطبقوه، واتوقع ان احنا نشوف منتخب قوي تاني يرجع لسابع عهده في الكره الطائره، ونتمنى كل منتخبات مصر ان شاء الله تبقى على هذا القدر. الماتش اللي جاي مع الطائره رجال مع طلائع الجيش ان شاء الله، الماتش هيكون يوم السبت اللي جاي على صاله جهاز الرياضه العسكري من شيت البكري، ماتش قوي جدا، اخر مباراه على الصاله دي السنه اللي فاتت نادي الاهلي خسر، كانت مباراه في الدوري قبل مباراه نادي الزمالك، اي نعم كانت تحصيل حاصل ما كانتش تفرق في مشوار الدوري، ولكن مباراه مهمه، يمكن السنه اللي فاتت فزنا بالدوري وخسرنا الكاس، السنه دي الفرقه مش بتهزر، عايزه البطولتين وان شاء الله افريقيا والعرب اذا تمت المشاركه فيهم، ممكن افريقيا هي الاقرب لذلك ان شاء الله. طيب تاني ارجع افكر حضراتكم، احنا ماتش تشيلسي والهلال انتهى منذ لحظات بفوز نادي تشيلسي 1-0 على الهلال، كده المباراه القادمه النادي الاهلي مع الهلال السعودي يوم السبت الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره، الموقع الالكتروني خش عليه دلوقتي يا جماعه تلاقوه فتح، الحجز الاستاد كله ما عدا 5000 تذكره، ما عدا 5000 تذكره بس تم بيعهم قبل كده لفئات اخرى، بيبقوا صحفيين غيره وما شابه ذلك بيخشوا يحجزوا اماكن وات ايفر، مش فارق معاهم مين المنافس او مين الطرفين، ولكن بيبقوا داخلين عشان يغطوا ويشوفوا شغلهم. فدلوقتي جمهور النادي الاهلي اتفضل ادخل احجز بكثافه، عايزينكم معانا ان شاء الله يوم السبت، مباراه قويه، نادي الهلال فريق قوي جدا جدا جدا، احرج النهارده تشيلسي بشكل كبير، ولكن كلنا ثقه ان شاء الله في جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي، ان شاء الله كلنا تركيز، عايزين مركزنا السنه اللي فاتت على الاقل المركز الثالث ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي موجود بكثافه زي ما عودنا، ويدي الروح الجميله اللي بتحصل في ارض الملعب واللي دايما احنا واخدين عليها ولاعيبتنا بتفتقدها. طيب هنروح لكره الطائره سيدات، عندنا المباراه القادمه مع وادي دجله للسيدات، تمام، المباراه تبقى امتى؟ تبقى الجمعه، الفريق الاول لسيدات كره الطائره النادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن حمدي الصافي هيلعب يوم الجمعه الجايه مع فريق وادي دجله في الجوله 13 في الدوري، اخر مباراه لينا كانت مع فريق الزهور وفزنا 3-1 والزهور فاجئتنا، كان على ملعب نادي الزهور في مدينه نصر، والزهور فاجئتنا ان هي فازت بالشوط الاول 1-0، ولكن فرقتنا تدرجت الموقف وعادت المباراه وفزنا 3-1، ويمكن مش غريب علينا احنا في المركز الاول 36 نقطه من الفوز طبعا بكل مبارياتنا، فريق 4 نقاط من سبورتنج، فريق السيدات الحقيقه بيحقق ارقام وبيكسر ارقام وما زال بيحافظ على رقم عالمي جديد بانتصارات متتاليه، ما اتكسرش حتى الان، يمكن احنا دخلنا في حاجه و90 مباراه دلوقتي، ان شاء الله نعدي ال100 زي فريق الرجال ويكسروا الرقم ويحطوا، احنا كام يا جماعه؟ لا احنا عدينا احنا يعني احنا يعني 84 85 يمكن بيبلغوني ان شاء الله نوصل ال90 مش هنختلف ان شاء الله نوصل للتسعينات باذن الله، المباراه الجايه هنعدي ال90 وهنعدي ال100 ان شاء الله،
فريق بيحقق نتائج وانتصارات. كابتن حمدي صافي مركز، نجم كبير ومدير فني جيد، ان شاء الله كل التوفيق لفريق الكره الطائره سيدات. هنروح لكره الماء، عملوا نتيجه، رجع كره الماء رجعت، عملوا نتيجه الحقيقه انا ما صدقتهاش. انتوا عارفين طبعا كره الميه عندنا كانت بعيد، وبعد كده رجعت تاني المنافسه، وبقى لنا سنتين ثلاثه يعني دايما لينا مكان على منصه التتويج. امبارح لقينا مباراه كان بنلعب مع هليوبلس على حمام سباحه مين؟ هليوبلس. هليوبلس فريق قوي جدا في ووتر بولو. نتيجه المباراه امبارح خلصت 10-5، نتيجه كبيره جدا، نتيجه كبيره جدا، على نفسي ما صدقتهاش. الجهاز الفني لفريقنا بيضم كل من وليد عزت مدير فني، ووليد وصفي مدرب عام، وعمر سامي مدرب، وسيف ممدوح مدير اداري، وسامح العشري اداري، وخالد بن عيسى محلل اداء، واحمد اكرم اخصائي تاهيل. الف مليون مبروك، نتيجه جيده جدا. انتوا عارفين ان الووتر بولو مقتصر في ناديين ثلاثه، الاهلي دلوقتي، هليوبلس، الجزيره، هم الثلاث انديه دول، ويجي من بعدهم من بعيد نادي الصيد، انما الثلاث انديه دول اللي بيتبادلوا. النهارده لما النادي الاهلي يفوز على هليوبلس في هليوبلس 10-5، لا ده انجاز واحنا ماشيين صح. وكل التحيه لكابتن وليد عزت، وكمان من فوقه كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، شغل بيبذل ومجهود بيبذل، ودعم من مجلس اداره النادي الاهلي بشكل كبير لالعاب الماء اللي بتضم يعني عدد كبير جدا جدا من اللاعبين واللاعبات. الف مليون مبروك. هنروح ايضا لتنس الطاوله سيدات، استكمالا للخبر اللي قلناه في البدايه لمريم ومروه الهضيبي، عندنا خبر جيد كمان، هنا جوده بتحترف في الدوري السويدي لتنس الطاوله. النادي الاهلي وافق لهنا جوده نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي انها تنضم لنادي اسلوف السويدي لحد اخر الموسم اللي احنا فيه. طبعا هنا جوده صاحبه ال 15 عام. هنا سافرت من ايام وهتبدا تشارك مع فريقها الجديد ده، وده بعد طبعا ما اخذت راي النادي واذنه طبعا. وزي ما اكدت لحضراتكم النادي الاهلي ما بيقفش في مستقبل ولاده، بالعكس ده هو بيقف جنبهم عشان يكتسبوا مزيد من الخبرات، عشان يقدروا يرفعوا اسم مصر في كل مكان. ده اكيد هيعود بالنفع زي ما قلنا لبطلتنا والنادي. يعني دلوقتي احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا عايده رحمه محترفه في الدوري الالماني لاعبه النادي الاهلي، وعندنا ضيفتنا النهارده مريم الهضيبي محترفه في الدوري الاماراتي، عندنا كمان هنا جوده دلوقتي احترفت في الدوري السويدي. ما شاء الله لاعبتنا، ده غير الرجال يعني، طبعا الرجال حدث ولا حرج، ولكن هو ده طبعا بالاضافه لدينا مشرف. احنا طبعا دينا مشرف في الدوري الالماني واحد افضل اللاعبات على مدار التاريخ، كل دول طبعا من ولاد النادي الاهلي، بنات النادي الاهلي طبعا، ومحترفات بره في احسن الدوريات. ان شاء الله في الفقره الحواريه طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيكون معانا مريم الهضيبي، وهنتكلم معاها في كل شيء عن احترافها في الدوري الاماراتي. خلينا نروح على خبر مهم، يمكن دي اخبارنا كده جوه النادي الاهلي خلصت، هنروح للاخبار المحليه. في تنس الارضي يمكن مصر هتلاعب اوبروس في الشهر الجاي مارس، عشان يتحدد مين اللي هيتاهل للمجموعه الثانيه في كاس ديفيز العالمي، او ده يعني انتوا عارفين دي بطوله عالميه كاس ديفيز، ومصر دايما بتشارك فيها بشكل منتظم. الماتش ده هيتلعب على ملعب نادي الجزيره الرياضي يوم 4 و5 مارس اللي جاي. الماتش ده هيكون عباره عن 5 ماتشات، اللي هيفوز بثلاثة هيتأهل على طول. البطولة تبدأ بماتشين فردي في اليوم الأول، وبعدين اليوم الثاني هيتعمل ماتش الزوجي، وبعد كده اليوم الثالث هيتعمل ماتشين الفردي الثاني. يعني لو بدأنا بالرجال هننهي بالسيدات، أو العكس هيحصل. منتخبنا معسكر دلوقتي، والجهاز الفني هيعلن القايمة يوم 22 الشهر ده. كل التوفيق للتنس الأرضي، نتمنى التوفيق طبعا لنجماتنا ونجومنا في التنس الأرضي. هنروح للسلاح. السلاح طبعا حدث ولا حرج، اتحاد رائع بيأدي أداء كويس، لعيبة رائعين، ده منتخب مصر للشباب للسلاح اللي استطاع أنه يفوز بذهبية مونديال صربيا. منتخبنا الوطني لشباب سلاح سيف المبارزة توج بميدالية ذهبية في كأس العالم للسلاح، واللي اتلعبت في العاصمة الصربية بلجراد. في الفترة من 5 لحد 7 فبراير اللي احنا فيه، منتخبنا حقق الميدالية الذهبية دي بعد فوزه على سويسرا بنتيجة 45-38. منتخبنا كان بدأ مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا 44-43، وبعدين فوزنا على إيطاليا 45-39، وقبل النهائي على امريكا 43-42. الف مليون مبروك للسلاح، الحقيقه يعني حاجه ما شاء الله جميله جدا. مين بيمثل المنتخب؟ لازم نقول اساميهم الابطال اللي ان شاء الله متوسمين فيهم خير في باريس 2024: محمد السيد، محمود ياسين، محمود السيد، عمرو عبد الباقي، ابطالنا ابطال السلاح. هنروح للجودو، ويمكن كان معانا مداخله الحلقه اللي فاتت كابتن مرزوق رئيس الاتحاد، وخصنا بخبر وهو التعاقد مع مدرب روسي لمنتخب مصر للجودو. تم الاعلان طبعا عن المنتخب، وده طبعا الكسندر المدير الفني لمنتخب الجودو، واللي تم الاعلان عن اسمه يمكن منذ ايام. الراجل ده عنده سيره ذاتيه قويه جدا، ده لا وهو بيلعب ما شاء الله، يعني حاجه قويه جدا، لعب اولمبيات وكاس عالم، وعنده من الخبرات اللي يقدر يفيد بيها منتخب مصر. ده حقق فضيه اولمبيات لندن، وكمان حقق 5 ميداليات في بطوله العالم، 3 ذهبيات وبرونزيتين.
الفتره اللي جايه هيكون في اجتماعات بين المدير الفني وجهازه المعاون او اللي بيضم ابطال اللعبه السابقين زي حاتم عبد الاخر اللي جبنا صورتهم من شويه ومحمد علي ومحمد محيي علشان يحطوا البرنامج اللي هيشتغل عليه لاعبتنا في الفتره اللي جايه. اتحاد الجود الفتره اللي فاتت بيعمل مجهود كبير الحقيقه. وطبعا رئيس الاتحاد انا عايز اقول لكم مرزوق ده راجل شاب على فكره، يعني اتصور ان هو في اخر الثلاثينات اوائل الاربعينات. مرزوق شاب صغير ما هواش كبير رئيس الاتحاد، والراجل داخل بفكر وحماس كبير جدا واحنا بندعمه بشكل كبير، وشايفين ان الجودو من الالعاب اللي لو اهتموا بيها هتجيب ميداليات، وعايزين منتخبنا يرجع لسابق عهده لان ده بيعني ذلك او ده بيعني على طول ميداليات في الاولمبياد. انا واحد من الناس هكون اسعد رجل في الكون لما الاقي مصر خدت 7 و8 و9 و10 ميداليات اولمبيه، لان هو ده مصر، وهي دي ماشيه مع النهضه المصريه دلوقتي الحقيقه. انت عندك بنيه تحتيه رياضيه رهيبه، عندك استضافات بطولات على اعلى مستوى، عندك طفره رياضيه جامده جدا، وكل العالم مش احنا اللي بنقول، العالم كله بيشهد، مش طفره بس في على المستوى الفني ولكن على المستوى الاداري، كوادرك في كل حته دلوقتي في الاتحادات الدوليه، وهنجيب لكم مره حصر مين عندنا ومين معانا ومين من كوادرنا في كل مكان في الاتحادات، فاذا في طفره كبيره جدا بتحصل في الرياضه وده وضع الطبيعي لمصر، نتمنى ان شاء الله الحصول على اكبر عدد من الميداليات الاولمبيه. هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل مروه الهضيبي ومريم الهضيبي لاعبتا منتخب مصر ونادي الاهلي في تنس الطاوله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلنا لكم في البدايه، طبعا النهارده احنا بنتكلم عن تنس الطاوله، بنتكلم عن الاحتراف، مريم في الدوري الاماراتي وكمان مروه، هما الاثنين توأم على فكره، توأم مروه الهضيبي ومريم الهضيبي توأم، يعني بيلعبوا مع بعض سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، بس عايزين نتكلم عن طموحاتهم واحلامهم. في البدايه برحب بمريم الهضيبي، مروه الهضيبي، اهلا بك يا مروه. اهلا بحضرتك، ازيك؟ منوره قناه النادي الاهلي. ده نور حضرتك، ربنا يخليك. برحب بمريم الهضيبي، اهلا بك يا مريم، منورانا. ازي حضرتك؟ ده نور حضرتك، ربنا يخليك. ايه موضوع الاحتراف ده؟ كنا معاكي من قريب يا مروه وما كانش فيها مريم وما كانش فيه اي يعني اخبار عن احتراف، فجاه كده ايه اللي حصل؟ ايوه، هو الحمد لله بعد بطوله افريقيا لما كسبت، فماما كان كابتن اشرف حافظ مدرب الامارات كلم ماما اقترح عليها. اشرف ده مصري ولا اماراتي؟ مصري. مصري تمام. اه، هي حتى فرقتي فيها بنتين من مصر فانا عارفاهم يعني. فعلا. اه، فدي كانت حاجه بالنسبه لي لما عرفت كمان فاطمه علاء وامنيه. طب كويس، ممتاز، يعني انت رايحه على لعيبات زمايلك او زميلاتك. اه بالظبط. فهم كلموا ماما قالوا لها ان هم عايزيني معاهم يعني العب معاهم الدوري، فماما لما رجعت اقترحت عليا، قلت لها ماشي. بعد كده سافرت بعد بطوله افريقيا على طول، رحت لهم. ايه ده، رحتي؟ اه رحت عشان نتكلم يعني، كان بعد البطوله بحاجه بسيطه مثلا. تفتكر شهر كام؟ 10 مثلا. 10؟ فرحت طبعا. مروه حافظه كل التواريخ معاكي. يا مروه عايشه معايا كل حاجه. طبعا. فروحنا وشفت الفرقه وكنت مبسوطه قوي ان هم كانوا مصريين، فاحنا نبقى يعني قريبين قوي من بعض، وهم رحبوا بيا جدا. طب رحتي قعدت قد ايه الاول في المفاوضات؟ قعدت اسبوع. اسبوع؟ الدنيا عجبتك؟ الملعب الدنيا كويس؟ كل حاجه كانت كويسه قوي، كنت حاسه ان انا في بيتي وسط اهلي يعني. الحمد لله، وهم رحبوا بيا جدا بس. ورجعت بقى، والنادي كمان الاهلي كان مرحب بالفكره جدا ووافق على طول، ورجعت. وبعد كده المفروض بقى مستنيه ان شاء الله الماتشات تبدا يعني ان شاء الله. طب انت هتسافري امتى؟ لسه ما حددوش عشان الكورونا للاسف موقفه الموضوع شويه، لان هي زايده الفتره دي. بس اول ما ترجع الماتشات بقى تبدا ان شاء الله. طيب دراستك هتعملي ايه؟ ما هو انا ان شاء الله اخر ترم، فانا هحاول عشان الماتشات تبقى مثلا اسبوع اسبوع، لا وهي يوم محدد يعني مثلا يوم الاحد هي الماتشات هناك. ممتاز. فانا هحاول ان انا اظبط الجدول بتاعي بتاع الترم اللي جاي ان هو يبقى يوم الاحد ده بالنسبه لي فاضي، ومثلا اليوم اللي قبله يبقى حاجه خفيفه عشان اعرف اللي هو اسافر والعب الماتش وارجع على طول اكمل. يعني انت هتروحي سفر راحه جايه؟ اه بالظبط. انت هتاخدي خط الامارات القاهره، ده هتحفظيه يعني جبر جبر. بس هو كل ما يتاخر كل ما هيريحك يعني، كل ما انطلاق الدوري هيتاخر، لان انت هتاخدي وقت طويل هنا في مصر قبل بالزبط ما تروحي. طب هم فاضل لهم كتير يعني؟ مريم فاضل لهم؟ لا، المفروض ان هو كانت الماتشات هتبدا في اول اثنين كنت هسافر، بس هما جه ظروف عندهم من الكورونا كانت زايده شويه فاجلوا الماتشات، فانا متوقعه ان هي مثلا على اول ثلاثه ان شاء الله نص ثلاثه ممكن تبدا يعني. ان شاء الله. طب قولي لي برضو، اجي لك يا مروه، يمكن انت اختك توامك توام روحك رسمي مش هزار. اكيد اكيد. وشفنا حتى لما خدت افريقيا والعياط والهستيريا اللي كانت انت كنت فيها وخدتيها بالحضن، احنا جبناها كمان فيديو على عندنا على برنامج الابطال. يعني بدات معاها قصه الاحتراف، هل شجعتيها ولا كنت قلقانه انها تسافر وتسيبك؟ لا بصراحه، انا اي فكره احتراف سواء ليا او ليها انا بشجعها، لان احنا الاثنين بنكمل بعض يعني. لو هي سافرت هتاخد خبره وهترجع تديهاني، او لو انا سافرت هي هتاخد خبره وانا هاخد خبره وارجع اديها لها. فبالنسبه لها طبعا يعني فكره الاحتراف دي انا كنت مبسوطه جدا عشانها. اكيد اكيد.
كتير. وكنت واقفه معاها وكنت معاها في كل الامور ويمكن الامارات يعني شبيهه بينا، فمش هتلاقوا ازمه في الحته بالزبط. دي بالظبط. يعني حتى في التعامل لو هي نزلت لوحدها او حاجه مش تحس ان هي في بلد صحيح. اوروبيه او صعبه، لا في ناس هناك وعرب فهتعرف تتعامل معاهم يعني. صحيح. طيب قولي لي يعني انت برضو انت على مستوى اللعب بقى، يعني انت بالنسبه لك انت كمروه بقى بعيدة عن مريم، يعني طبعا مريم اختك وحبيبتك، يمكن دي اللقطه اهي، اللقطه اهي شفتوا يعني متشكر يا جماعه، دي اللقطه اللي كانت بتاعت بطوله افريقيا. يمكن مروه بتعيط اكتر من مريم يعني ايوه كنت بضحك ساعتها وهي عماله تعيط يعني مروه يعني والله بص يعني طبعا يعني العلاقه دي والاخوه بيبقى الموضوع حاجه اوفر. انت لما بيبقى ليك زميلك في الفرقه بتحبه وتبقى تتمنى له خير، ما بالك بقى لما يبقى اخوك او اختك في الفرقه، حاجه جميله جدا. طب قولي يا مروه انت على انت بالنسبه لك بتخططي بقى على المستوى الشخصي طبعا، لان انت ومريم نفس المستوى تقريبا، نفس كل شيء، حد بيسبق حد بيتاخر، بس في الاخر انتوا مع بعض من صغركم. هل برضو موضوع الاحتراف ده وارد بالنسبه لك؟ هو احنا عايزين بس ان شاء الله ان احنا نخلص، يعني ده اخر ترم بالنسبه لنا في الدراسه، فاحنا برضو عايزين نخلصه على امتياز. فان شاء الله بالنسبه لي فرصه هتبقى احسن لو انا خلصت الدراسه مثلا في شهر 6 وبعد كده ان شاء الله لقيت نادي احترف فيه. لان هي حتى جالنا كذا مره فرصه ان احنا نحترف في حتت بره، بس كان صعب قوي عشان مشروع التخرج وكده، فكان بالنسبه لنا الموضوع هيبقى ضغط زياده عن اللزوم. بس ان شاء الله اول ما اخلص اكيد ان شاء الله. ما شاء الله بيجيبوا امتياز مش كده؟ الحمد لله. ما شاء الله انتوا سنين كلها امتياز. الحمد لله. يعني بس انا ليه بقول كده ما شاء الله؟ لانه عمر ما الدراسه كانت بتعطل على اللعب. أكيد. يعني انتوا ابطال وابطال افريقيا وحاجه وابطال عرب، وفي نفس الوقت ما شاء الله في جامعاتكم وبتدرسوا جامعات. يعني انت بتدرسي ايه؟ ميجور ايه؟ انا ماركتنج بزنس في اكاديميه بحريه. حلو. وانت نفس طبعا حاجه صعب وادفانسد، يعني حاجه علميه متقدمه، وجيبوا فيها امتياز بالشكل ده بالرغم ان انتوا رياضيين. ولو جبت معلش انا اسف، لو جبت مقبول محدش هيلومك. بالظبط. يعني انت راجل رياضي يعني وعندك وقت، بس لما تحافظوا على التفوق الاكاديمي لا بصراحه شابوه ليكوا يعني، شابوه ربنا يخلي حالك. وده عمره ما كان بيأخر في الرياضه ابدا. اكيد. طيب عندك ايه الاشتراكات الجايه؟ احنا ان شاء الله يعني بنحاول ان اي في بطوله دوليه جايه في الطريق، يعني مثلا شهر 3 ان شاء الله. إيه عندك يعني انت ماري؟ انا بتكلم بسالك انت كمروه، سيبك ماري، مريم خلاص راحت احترافها، انت عندك ايه بطولات دوليه هتسجلي فيها؟ هو ان شاء الله هيكون في بطوله في قطر في نص 3 ان شاء الله، هحاول اشارك فيها عشان انا ازود التصنيف العالمي بتاعي ان شاء الله. وبعد كده في شهر 4 المفروض هيكون عندنا هنبدا بقى الدوري مع النادي الاهلي إن شاء الله. فدي حاجه احنا بنستعد لها عشان ان شاء الله نجيبه يعني. يعني انت عندك بطوله الدوحه وبعد كده ان شاء الله الدوري الممتاز مع النادي الاهلي، وهنحافظ عليه زي كالعاده طبعا ان شاء الله كالعاده ومفيش كلام يعني. طيب انت الرانك العالمي بتاعك كام دلوقتي؟ انا 300 حاجه و50 صراحه. يعني طب وانت كام يا مريم؟ 120. يمكن بطوله افريقيا فرقت معاك، هو ده اللي حصل. بالظبط. انت كنتوا ماشيين مع بعض في كل حاجه، يمكن بطوله افريقيا اللي فازت بيها مريم هو ده اللي عمل لها ال 200 عمل لها قفزه كبيره. أيوه. طيب كان برضو حصل لغط كده، يمكن عايز اسالك انت مريم في حته مشاركه او اختيار اللاعبات اللي بيسافروا البطوله الدوليه اللي سافروها دي كمنتخب. يمكن كنت حاصل على بطوله افريقيا والجمهور تساءل ساعتها، وانا كنت واحد من دول، ليه ما اتخذتش مريم رغم انها بطله افريقيا؟ ايه السبب ليه؟ فأني بطولة بالظبط؟ كان في بطولة دولية كبيرة كانت في الدوحة، بطولة عالم، وكان حصل سيلكشن لمجموعة. يعني احنا استغربنا، قلنا لو بالرانك يبقى انت تروحي. طب ايه اللي حصل؟ ليه المنتخب ما اختارهوش في مريم طلعت معاهم ليه؟ هي يمكن الاختيارات في البطولات ما بتبقاش بحاجه ثابته، يعني في بطولات احيانا بياخدوا بيها بالرانكينج المحلي مثلا. ممتاز. وفي اوقات بياخدوا بالرانكينج الدولي، ممكن احيانا بيبقى في اختيار فني، فهو بتبقى حسب يعني وجهه نظر المدرب. هو طب بيبقى شايف البطولة دي كانت باختيار على اي اساس؟ هي البطولة دي أظن كانت فيها اختيار فني كمان، فهي بتبقى وجهة نظر المدرب أكتر يعني. يعني دي كانت بطولة العام اللي فاتت، دي كانت وجهة نظر المدرب. يعني احنا تسألنا ساعتها إنه يعني أنت طب تعملي إيه تاني عشان تخشي منتخب مصر؟ معلش يعني الكلام ده على لساني أنا. أيوة. مش على لسانك يعني، ولكن احنا قلنا يعني بنتنا تعمل إيه أكتر من إن هي تاخد بطولة أفريقيا عشان تروح منتخب مصر؟ يعني ما فيش اكتر من كده يعني. في الوقت انت رحت بطوله افريقيا واخدها من نجمات يعني جامدين جدا يعني، اقصد ويمكن في الرانك كان اكتر منك. فبس عاجبني ان هو سواء فيكي او في مريم ان انتم مش بتحبطوا يعني. يعني موضوع برضو الاولمبيات وعدم مشاركتكم في الاولمبيات ده ما احبطكوش ومركزين. تقولي ايه لاي حد بيقابله صعاب من هذا النوع؟ اقول لهم ان هو في الاول في الاخر هي كل حاجه نصيب يعني. انا لو مكتوب لي هروح خلاص هروح يعني ايا كان ايه اللي موجود، لو مش مكتوب لي انا اروح مش هروح. فاحنا كل حاجه بنعملها لازم نديها حقها يعني. انا في التمرين هدي له حقه، يمكن يعني ممكن احس بظلم شويه فاللي هو هاحبط نفسيا ده طبيعي، بس هرجع تاني اللي هو اقول انا مثلا لازم اشتغل، لان انا هيبقى عندي مثلا خلاص الاولمبيات اللي فاتت دي انا ما عرفتش اسافرها، لسه في قدامي بتاعه باريس بالزبط. يعني هو الطريق خلاص ما وقفش بالنسبه لي، هو انا لسه ستيل ليا عندي بطوله تانية وعندي حاجات تانية اشارك فيها احسن من نفسي عشان اقدر ان انا ان شاء الله اثبت بدراعي ان انا اكسب البطولات وان انا اسافر كمان الاولمبيكس اللي بعدها.
يعني محدش يحبط خالص، هو يشتغل على نفسه اكيد ربنا هيعوض في الاخر. يعني كل ما تقابلك صعاب اشتغل على نفسك اكتر، تحسن نفسك اكتر، هتبقى اكتر. يعني طب قولي لي يمكن نفس الكلام برضو يعني ليك يا مروه، اكيد انتوا بيقابلكم يعني يتعرضتوا لظلم، انا بتكلم بكل وضوح يعني مش محتاجه يعني ظلم، ان يعني موضوع الاولمبياد كان فيه بعض الظلم، كلنا نتمنى يا ما يكون وجودكم، وكمان موضوع بطوله العالم اللي فاتت. طب يعني بتعاملي ده ازاي؟ هو اكيد كل شخص ناجح لازم بيقابله صعوبات، يعني مفيش حد النجاح ده عمره ما بيجي بسهوله، لازم بيقابله صعوبات. فاحنا اول ما عرفنا خبر ان مريم مش هتروح الاولمبياد في الاول زعلنا، وكنا حتى ساعتها كنا بنتمرن تمرينه، وبعدين قلنا مريم خلاص قالت انا مش عايزه اكمل التمرين انا عايزه اروح، وبعدين روحنا كنا زعلانين قوي، وبعدين قلت لها خلاص يمكن هو مش مكتوبه لك ومش نصيبك بس ربنا هيعوضك بحاجه كبيره. وكنت عارفه ان بعدها في بطوله افريقيا، فكنت عماله بشجعها واقول لها يا مريم ان شاء الله هنوصل احنا اتنين نهائي، حتى احنا كنا هنوصل انا ومريم سيمي فاينل مع بعض، بس هي بقى حظها ان انا ما وصلتش عشان كان ممكن اكسبها. طب لو لعبتوا بعض صحيح هتعملوا ايه بامانه؟ لا احنا لعبنا مع بعض كتير قوي، بطولات افريقيا لعبناها كتير، القرعه وقعتكم مع بعض يعني لا دايما الفاينل مع بعض يعني اربع مرات، وصلنا انا ومريم نهائي مع بعض. يعني معلش يا مريم كسبتك في بطوله افريقيا كتير بس هي في المحلي كانت بتكسبني كتير بصراحه بطولات الجمهوريه. بتلعبوا بكل بقوه جديه؟ لا ما فيش خالص الماتش ده ولا بنتفق على اي حاجه، حتى لو حد هيستفاد مثلا مريم هتستفاد ان هي تكسبني، لا ما عنديش حاجه اسمها كده، احنا الاثنين تعبنا واحنا الاثنين بدرعنا وخلاص، هو ربنا كاتب له النصيب هو ده اللي هيكسب يعني. يعني التوأم بيلعبوا بعض في المباراه في القرعه وهم الاثنين يعني اخوات ومفيش حد بيفوت لحد؟ لا خالص، يعني يمكن الناس بتقعد تستنى اصلا ماتشاتنا مع بعض عشان يتفرجوا، لان هم بيستغربوا قد ايه احنا بنبقى مركزين في الماتش وكل واحد بيلعب اقوى ما عنده عشان يكسب، وهم حاسين ان هو انتوا لو اخوات انتوا ممكن تتفقوا، يعني واحده مثلا سي هتسافر بطوله كذا او هتاخد بوينت زياده فمفروض تسيب لها. لا انا ومروه خالص ما بنعملش كده، كل واحده بتلعب يعني بايديها اللي تقدر تكسب ماتش بتكسبه. طب وماما لما بتتفرج على الماتش بيبقى ايه الوضع؟ ما هي ماما والام لما بيشوفوا اختين او اخين بيلعبوا بعض بيبقى طبعا في مشاعر يعني اكيد بيبقى ممكن تتعاطف مع حد شويه شايفاه محتاج الماتش اكتر من التاني. لا انا اصلا يعني بعد ما نخلص الماتش بنكتشف ان ماما مثلا كلمتني قالت لي شدي حيلك يا مروه ما تسيبيش الماتش، وبعدين الاقيها مكلمه مريم تقول لها شدي حيلك يا مريم ما تسيبيش الماتش، فهي من ورا كواليس بتحرضنا احنا الاثنين على بعض، بس اكيد في الاخر مبسوطه مصلحة طبعا طبعا أكيد. طبعا. طب بتكلم مين الاول؟ لا حسب اللي بيجي قدامها مره يعني، لا مش حد معين يعني. طب مين اكبر؟ مريم. انت اكبر يعني طبعا بلحظات، بس يعني بيبقى دايما التوأم سؤال دايما بيتسأل لكل التوأم مين اكبر. سؤال غريب شويه هما الاثنين الفرق مثلا دقائق ثواني او دقائق، بس تلاقي في سؤال دايما بيقول لك مين اكبر قوي، بس الجميل ان انتوا قدام بعض بتلعبوا بكل قوه. أكيد. طب حتى الاجانب لما بيشوفوك المصريين خلاص حافظوا، طب في بطوله افريقيا لما بيشوفوكم بتلعبوا قصاد بعض بيستغربوا ولا بيقولوا ايه ولا بيكلموكوا ازاي؟ لا هم اصلا في يعني مثلا كان في بطوله في موريشيوس كان برده فاينل بيننا ومريم، وانا كنت لابسه تيشرت لونه ازرق ومريم كانت لابسه تيشرت لونه احمر، فالناس عماله مثلا تشجع تقول اللي لابسه تيشرت احمر يلا العبي واللي لابسه تيشرت ازرق يلا العبي، فبيقعدوا يشجعونا ضد بعض، بس في الاخر برضو يعني كلهم بيبقوا مبسوطين من الماتش، لان هو فعلا بيبقى ماتش كل واحد بيعمل اللي عليه والزياده عشان يكسب، بس في الاخر برضو الحمد لله ان احنا يعني الكاس بيبقى لينا احنا الاثنين. طب مش هتكلم على المباراه، انا عايز اقف على النقطه دي واسترسل فيها شويه، ساعه المباراه بتلعبوا صوت بعض، طب قبل المباراه؟ لا احنا على طول يعني مثلا في عندنا في تنس الطاوله مثلا لو حد هيلاعب حد مثلا انا فور اكزامبل كنت باخد بنت بسخن معاها طول البطوله، لو انا مثلا هاجي العبها في السيمي فاينل خلاص بشوف حد تاني اسخن معاه. انا ومريم لا هو احنا هنلعب هنسخن مع بعض حتى من اول البطوله، مثلا لو مريم مش معايا معايا حد تاني، لكن لو مريم معايا لا من اول البطوله الاخيره حتى لو هنقابل بعض قبل كل ماتش لازم هنسخن مع بعض اكيد. بس ده حاجه حلوه جدا على فكره، بس عايز كده يعني انا اشجع اي توأم يلعبوا تنس طاوله مع بعض. لا الجميل في في, في القصه بتاعتك ان انتوا الاثنين بطلات. الحمد لله. يعني الجميل مش بس ان انتوا بتلعبوا، ما ساعات بامانه بيبقى في توأم بيلعبوا يبقى في واحد متفوق على الثاني، وده مش عيب ومش غلط، بيبقى جينات اكيد، بس الجميل ان انتوا الاثنين متفوقين. يعني طب في حد كان نفس الكيس دي في التنس الطاوله في مصر او بره، بتشوفوا توأم بيلعبوا زيكم كده في تنس الطاوله؟ ما اظنش ان في. ما شفتوش؟ لا امتى؟ ما فيش توأم تنس طاوله. طب وهل في اخوات بلاش توأم، عائلات؟ اكيد دي موجوده اكيد، اخ بيلعب اخت، اخ بيلعب اخوه الصغير، اخت بتلعب اختها الصغيره. لا متهيالي كلها بتبقى يعني البنت وولد، بس كل واحد بقى بيبقى طريقه يعني مختلف عن الثاني، مفيش اتنين مع بعض يعني. بس عايز اقول لكم انتوا كيس فريده بجد. يعني كيس فريده من نوعها، انه يعني ان انتوا ما شاء الله بالفكر ده وبالتركيز ده. طب في المذاكره، خلينا نروح للمذاكره،
ابص يعني قبل ما تبصي كمان بتعملي مذاكره بتذاكروا مع بعض ولا الوضع؟ هو بصراحه انا في المذاكره بكسل جدا يعني بكسل طول السنه بكسل طول السنه بس قبل الامتحان لا بشد بس مريم مثلا تيجي قبل الامتحان بفتره كبيره تقولي طب تعالي نراجع شويه طب تعالي نشوف نعمل ايه اقول لها لا يا مريم بصي ذاكري انت واشرحي لي قبل الامتحان على طول لكن مش بحب ان انا اذاكر على طول في الاول بس يعني دلوقتي عشان سنه رابعه الموضوع كله بيبقى بروجكت اكتر ما بيكون بالزبط. امتحان فلا الصراحه من اول السنه الاخيره احنا شادين مع بعض يعني مريم الاستاذه بتاعتك اللي بتذاكر لك اعترفي على الهوا شفت بقى ده هي عيني ملتزمه بتذاكر من اول السنه انت تيجي على الاخر تذاكري بس انت اختها مش هتسيبك لازم تشرح لك بس حاجه كويسه ما شاء الله نفس الميجور ونفس اللعبه اكيد انتوا مرتبطين ببعض بس انا عندي شويه تفاصيل برضو عايز اتكلم عليها بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن تنس الطاوله مع نجمتنا مريم ومروه ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن مروه انا عايز ارجع بالتاريخ شويه وانتوا لسه صغيرين اطفال سنتين ثلاثه اربعه خمسه كان نفسكم تلعبوا ايه والاسره بابا وماما يعني ليه وجهوكوا او انتوا ليه توجهتوا على تنس الطاوله؟ هو لان في الاول كان يعني والد مامتي كان بيلعب تنس طاوله وبعدين مامتي كانت بتلعب في الجامعات تنس طاوله كانت بطله الجامعات فاخويا لعب تنس طاوله اخويا الكبير حلو وبعدين احنا كنا على طول بنروح معاه التمرين نلم له كده الكور ونلعب معاه شويه كده اي حاجه اكبر منكم قد ايه؟ محمود اكبر مننا بحوالي اربع او ثلاث سنين اربع يعني ثلاث سنين تمام ممتاز قريبين في السن قريب وبعد كده قعدنا بقى نجرب ان احنا نتمرن معاه وشفنا كابتن في نادي الشمس وبعد كده بدانا نلعب تنس طاوله بداتوا في نادي الشمس؟ قعدتوا كام سنه في نادي الشمس؟ قعدنا حوالي ثلاث سنين في نادي الشمس وبعد كده رحنا سنه الانتاج الحربي وبعد كده اتنقلنا على النادي الاهلي يعني تقريبا اربع سنين بس بره النادي الاهلي وبعد كده عمركم كله في النادي يعني الاهلي يعني عمرنا كله كان فعلا في النادي الاهلي طب بامانه يعني اللعبه صعبه يعني تنس الطاوله يا مريم من الالعاب اللي محتاجه ضغط عصبي شديد شديد وتركيز وبيحصل فيه احباط شديد جدا في اوقات العاب المضرب عامه يعني ما جيتيش في لحظه كده قلتي انا ايه اللي دخلني اللعبه دي هو واحنا صغيرين كان كان من كتر الضغط اللي علينا وكان كمان وقت المدرسه اللي هو بنروح المدرسه طول اليوم بعد كده نرجع ممكن ناكل في الطريق اصلا ونطلع التمرين كنا بنحس بضغط جامد قوي فكنا اللي هو طب ليه التوتر ده بس لما بنتعب وبنكسب فيها يعني وقت بقى ما بنقف مثلا نستلم كاس او نستلم ميداليه ساعتها او ناخد بطوله فرق او كده بننسى كل التعب ده فعلا. وبنحس اللي هو لا احنا شاطرين فعلا في اللعبه دي قوي فاحنا مبسوطين ان احنا فيها يعني فاكره اول بطوله ليكي اول بطوله ليا كانت في النادي الاهلي كانت بطولة القاهرة بس دي كنا خسرنا فيها على طول كنا لسه صغيرين بس دي كانت أول بطولة لينا طب أول بطولة كسبتيها مش أول بطولة شاركت فيها أول بطولة كسبتها كانت لما سافرنا بروتور الجزائر كان عندنا 12 سنة كان أول بطولة لينا بره مصر كنت أنت ومروة هناك والبطولة دي وصلنا فيها فاينل إحنا الاثنين مين اللي كسب؟ مروه كده ده واضح ان مروه بص يعني مروه حتى لما بنطلع بره مصر انا في المحل هي يعني مريم ما بتفوتلكيش انت في الدولي ما بتفوتيش انت افريقيا يمكن كسبتيها اكتر على مستوى افريقيا حتى في بتاع انما على مستوى المحلي مريم كسباكي اكتر صح بس انتوا ما تحسبوهاش كده اكيد يعني لا اكيد خلاص هي بتبقى نصيب فعلا طب قولي لي يعني برضو اهم النصائح يعني مامتكم انا نفسي دايما احط السبوت ده ليه؟ لان بيبقى على الاب انا ما جربتش يبقى عندي انا عندي ولاد طبعا بس ما جربتش يبقى عندي توأم فما اعرفش شعور الاب او الام ايه لما يكون عندهم توأم يعني بس نصايحهم ليكوا ايه؟ يعني لما بتقعدوا قصادها انتوا الاثنين تديكوا نصايح ايه؟ هي ماما بتقعد تقول لنا دايما زي ما مريم قالت ان هو يعني طالما انت بتتعبي وبتعملي اللي عليكي معلش تعالي على نفسك عشان انت لما بتقفي على المنصه في غيرك مش بيقدر يقف على المنصه فما دام انت قادره تقفي على المنصه التعب كله بتنسيه فخلاص يبقى انا هتعب الفتره دي عشان اكسب وبعد كده ارجع اتعب تاني عشان اكسب تاني واوصل يعني احنا مثلا تنس الطاوله دي ادتنا فرصه ان احنا نلف بلاد كتير كان ممكن ما نحلمش ان احنا نروح صح فاحنا تعبنا وشفنا حاجات في ناس تانية ما قدرتش تشوفها فخلاص ما دام بالظبط كل واحد بيتعب وبياخد قصاده حاجه تانية فبتقول لنا على قد ما انتوا تقدروا دايما اتعبوا وتعالوا على نفسكم وهتلاقوا عوض ربنا كده كده في الطريق موجود الله صحيح طب يعني مريم يمكن احترافك ده الحمد لله اكبر تعويض وان شاء الله يعني مره وهتلحق بيكي باذن الله ان شاء الله في الدوري او في رحله الاحتراف بس ده اكبر تعويض من ربنا سبحانه وتعالى انه لما عرضتي على كابتن اشرف الرئيس الجهاز اشرف فتاح رئيس الجهاز عرضت عليه فكره الاحتراف وان جاي لك فرصه قال لك ايه؟ هو طبعا ما اعترضش خالص يعني هو كان مرحب بالفكره دي لان هو كان شايف ان اكيد الاحتراف ده هيبقى خطوه حلوه لاي لعيب مش انا بس
فهو كان مرحب. ما قالكيش مثلا سيبيني شويه افكر ولا على طول وافق بامانه؟ لا يعني هو على طول كان مرحب بالفكره، بس اللي هو لازم مثلا نتاكد ان الماتشات مش هتعارض مثلا الدوري في النادي الاهلي او ماتشات او مش هتاخرني مثلا عن التمرين قوي. فلما لقى ان الدنيا كلها يعني كمان بالظبط الماتشات هناك كمان يعني هم كانوا متفقين معايا ان حسب الجدول بتاع الماتشات هنا الماتشات هناك هتتعمل، فمش هتتعارض خالص مع ماتشات الاهلي، فكان بالنسبه له الفكره اللي هو ليه لا، فوافق على طول. ممتاز. طب قولي لي الفرقه بتاعتك، هل هي العروبه طبعا بتشارك في بطوله اسيا، هل عندكم معسكرات خارجيه تعملوها ولا هتلعبي معاهم الدوري فقط؟ لا انا هروح العب معاهم الدوري بس، يعني هبقى بروح على الماتش اخلصه وارجع على طول. بس هم يعني كلاعيبه فاطمه امنيه وكده هم بيلعبوا بطولات اسيا، وفاطمه كانت اخذت بطوله اسيا قبل كده عندهم في النادي. في النادي يعني. طب انت ما بتفكريش لو هم راحوا اسيا وطلبوكي توافقي؟ ممكن يعني ان شاء الله. مش دلوقتي. بتبقى في شهر كام؟ بتبقى اخر السنه زي بطوله افريقيا. في الاخر يعني تبقى مثلا شهر 12. طب قولي لي دي صوره التعاقد بتاعك صح؟ دي كانت فين؟ في مقر النادي، في نادي العروبه. النادي العروبه في دبي ولا ابو ظبي؟ في الفجيره. فجيره. طيب اماره الفجيره. طيب قولي لي ايه اللي حصل، يعني احكي لي عن اليوم ده. هو ده كان في اول يوم، انا اول ما رحت كان يوم العالم في الامارات، فكابتن اشرف حتى صحاني بدري وقال لي تعالي احضري يوم العالم بالنسبه لهم، لان في اليوم ده هم بينزلوا كل الاعلام اللي في البلد وبعد كده بيرفعوها كلها الساعه 11. فانا حضرتها فعلا والتصوير كمان، فكانت بالنسبه لي حلوه قوي ان انا احضر اول يوم ليا احضر حاجه زي كده. وبعد كده رجعت تاني الاوتيل، وبعد كده جيت التمرين قابلت فاطمه وامنيه وتعرفت على الفرقه بتاعتي، وبعد كده قابلت بقى هناك كل مجلس الاداره يعني وقعدت معاهم واتكلمنا. كان يوم كام في الشهر؟ مش فاكره. خش مروه الحقيقه بقى، مش لا صعب انت كمان. مش طيب خلينا يعني طبعا يعني كان لازم يكون معانا كابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي، والحقيقه ما منعش ابدا في احتراف مريم تروح الامارات. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا استاذ عادل. في البدايه طبعا احنا بنهنيك على المستوى والاداء الرائع الفني للفرق النادي كلها، مش بس الفريق الاول سواء رجال او سيدات، لا ده حتى الناشئين والناشئات، بنهنيك يا كابتن على الاداء الرائع خلال الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك. كابتن كلمني عن احتراف مريم، ازاي الموضوع اتعرض على حضرتك ودرسته ازاي وشفت وشايف ده اضافه ازاي لمريم وللفريق طبعا؟ هو طبعا كلموني في الامارات ان هم عايزين مريم تروح تلعب هناك، و ده كان اول مره يجي لمريم احتراف خارج مصر، وانا شفت ان هي حاجه كويسه ان هي تطلع وتلعب هناك وتشوف مستويات تانية مختلفة غير مصر بس، وكان حاجة كويسة والحمد لله الأهلي والنادي ما منعش يعني. ممتاز. كده خدنا موافقة الكابتن رؤوف ومجلس الإدارة وطلعت على طول تلعب معاهم. تمام يا كابتن. طب شايف دي يعني الاحتراف يا كابتن بيضيف للاعبتنا، يعني من وجهة نظر حضرتك الفنية شايف الاحتراف ده اضافه لينا، اضافه لمصر، اضافه لمنتخبات مصر، شايفه ازاي؟ بص اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا الاحتراف الخارج مصر طبعا دي حاجه كويسه، بس طبعا يعني الاحتراف الاوروبي بيبقى افضل. نعم. انا بالنسبه لمريم ونتمنى ان مروه يجي لها كمان احتراف ان شاء الله. بنعتبر احترافها في الامارات دي خطوه اولى بحيث ان تفتح لها الطريق بعد كده ان هي تقدر تحترف في الدوري الاوروبي ان شاء الله. تحترف في اوروبا زي زمايلها بفريق الرجال كلهم. صحيح، يعني دي خطوه الحقيقه يمكن بيبقى صعب شويه الخطوه الاولى، بس طالما مريم خدتها وان شاء الله مروه تاخد الخطوه دي بعديها بتبقى حاجه اضافه جيده يا كابتن. طب كلمني عن اشتراكاتك اللي جايه يا كابتن، يعني عندك ايه اللي جاي مهم بالنسبه للفرق كلها؟ والله يا كابتن احنا حاليا يعني بنستعد لبطوله الدوري، نهائي الدوري، دورتين مجمعتين، ومنتظرين قرارات الاتحاد ان هم يقرروا في بطولة فردية ولا مفيش، وربنا يكرم. طب المفروض يا كابتن نهايات الدوري هتبقى امتى؟ في شهر كام تقريبا؟ والله هو كان قبل الانتخابات الجديدة لمجلس الإدارة الجديد كانت في 3. إن أنا مع وجود مجلس إدارة جديد احتمال المواعيد تتغير، احتمال يحصل حاجات لسه ما قرروش إن شاء الله. طب هو الاتحاد دلوقتي برئاسة مش هو كان الاتحاد القديم كابتن معتز عاشور صح؟ مازال كابتن ومازال هو الرئيس، فبالتالي مش هتفرق، مفيش اختلاف.
هو بس في اعضاء مجلس الاداره اتغيروا. في اعضاء مجلس كل اعضاء مجلس الاداره اتغيروا تقريبا. بالظبط، فيعتبر مجلس جديد ولكن نفس الرئيس. بالظبط كده. و منتظرين قراراتهم ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله في الجاي. طب ده على المستوى المحلي يا كابتن، عندك حاجه دوليه ولا احنا يمكن طبعا انت استهليت الموسم بالبطوله العربيه؟ هل بطوله افريقيا؟ العربيه رجال وسيدات. رجال وسيدات طبعا، وحضرتك نورتنا وشرفتنا فيها. طيب بالنسبه للمستوى الافريقي وعلى يعني على المستوى بطوله افريقيا، يعني الدنيا ماشيه ازاي؟ هل اتحدد لها ميعاد؟ انا في اخر مقابله مع رئيس الاتحاد الافريقي المهندس خالد الصالحي قال لي ان بطوله انديه افريقيا يوم 23/5. ايه ده؟ ده قربت جدا. يعني ان شاء الله نستعد ليها رجال وسيدات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز بيها ان شاء الله. بس يا كابتن دي كانت بتعمل في اكتوبر صح؟ كانت بتعمل في 7. طب ليه بدروها؟ ده احنا كده بعد رمضان على طول، ده انت هيبقى رمضان. كان المفروض تتلعب في اخر 6 اللي فات او 7. طب ايه سببهم او ايه مبررهم ان هم يبدروها؟ مؤجله. لا هي مؤجله مش مؤجله. الأندية الأفريقية بتتعمل كل سنتين. يعني أنتوا كده هتلعبوا بطولتين السنة دي؟ يعني هتعتبر يعني واحدة في موسم 21، يعني واحدة في سنة 21 وواحدة في سنة 22 إن شاء الله. إن شاء الله، بس إن شاء الله يعني بإذن الله يبقى المكسب لينا. يمكن إحنا يعني الحمد لله رب العالمين عندنا فريق رجال وسيدات يعني بيبقى حاجة محترمة، وكمان أكيد يعني ممكن تطلب دعم، وأكيد النادي مش هتأخر. ده اللي احنا بنخطط له ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرم النادي يوافق لنا على المشاركه، وربنا يكرم ونكسب ان شاء الله الاثنين رجال وسيدات برضه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن اشرف، كل التوفيق ليك. كابتن اشرف فتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا بالتليفون على قناه النادي الاهلي. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا بيبقى كويس جدا لما بيبقى رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق بيبقى فاهم وعارف الاستفاده ايه، والنادي الاهلي زي ما انتم شايفين ما وقفش قصاد حد. جات لك فرصه توكل على الله، يمكن هو يمكن الف كلام ان هو بيتمنى لك ان شاء الله تروح اوروبا، وبيتمنى المروه كمان ان هي تروح لاوروبا. شايفه ان انت ممكن تتاقلمي، يمكن انا شايف ان انتوا شويه يعني بنات هاديه ملتزمه. هل وجودكم في اوروبا ممكن مع الجو الصاخب ده هيبقى مناسب ليكم، ولا انتوا شايفين ازاي؟ هو ممكن تكون خطوه صعبه في الاول في فكره ان احنا نقعد هناك. يعني لو احنا مثلا قررنا ان احنا نحترف بان احنا نقعد مثلا، في اوبشن ان انت ممكن تلعب تروح على الماتش وترجع او تتمرن معاهم مثلا شويه وترجع، وفي اوبشن ان انت تفضل قاعد هناك على طول ويبقى التمرين على طول معاهم وتلعب معاهم وكده. فاحنا ممكن نبداها الاول بخطوه ان احنا بس نروح ونرجع. وبالنسبه لنا ممكن مش هيبقى صعب قوي، لان احتكاكنا باللعيبه اللي بره في البطولات الدوليه خلاها ان هم ان احنا اصحاب. فيعني ممكن شويه إن لو احنا في نادي معروف مثلا ومعانا ناس صحابنا هيبقى الموضوع اهون شويه، وبعد كده ان شاء الله نشوف لو في نادي مثلا قبلنا احنا الاثنين مع بعض وساعتها نقعد احنا الاثنين بره مع بعض، هيبقى احسن لنا بالنسبه. طب مروه نفس الكلام، رايك ايه؟ رايك هل خطوه لاوروبا دي هتبقى يعني حاجه بالنسبه لكم اكسبتد، موافقين عليها؟ هل مع اوروبا الموضوع بيبقى اوسع واكبر؟ شايفه الخطوه دي انت ما عندكش مانع فيها؟ اكيد انا ما عنديش مانع فيها، ودي خطوه انا بتمناها جدا. وزي ما مريم قالت احنا الحمد لله واحنا صغيرين كان في احتكاك كتير بره، مش بس افريقيا، فلينا اصحاب كتير قوي بره. ممتاز. وهم بيبقوا متفرقين بقى على بلاد كتيره، يعني مثلا ممكن بنت من فرنسا تكون بتلعب في النمسا، ممكن بنت من النمسا تكون، فهم كلهم بيبقوا يعني سبريدد في نوادي كتير دوري اوروبا، كل دوري واحد بالظبط. فمش هنروح هنحس ان احنا غراب قوي، لان مثلا اكيد في بنت او اتنين في الفرقه احنا عارفينهم. ممكن تبقى صعبه لو مثلا انا في نادي او مريم في نادي، لان ساعات بيبقى مثلا هم متطلبين واحده بس مش بيبقوا محتاجين اتنين. فدي ممكن تبقى خطوه صعبه، بس في نفس الوقت برضو يعني هي زي ما زي بالظبط يعني، وهي اي خطوه فيها نجاح لازم بتكون صعبه، فبس احنا ان شاء الله هنتعب ونوصل لها وتكون حاجه حلوه بالنسبه لنا. طب انت يعني حابه اني دوري؟ يعني انتوا برضو ليكوا يعني احنا عندنا طبعا دينا بتلعب في الالماني، دوري الالماني. انتوا شايفين اني دوري انتوا حابين تلعبوا فيه؟ هو في حاجات كتير، يعني النمسا ده كان برضو حاجه نفسنا نلعب فيها، والمانيا اكيد نفسنا نلعب فيها، وفرنسا برضو نفسنا نلعب فيها. فان شاء الله كل ربنا يجيبه خير يعني في الاول، ومع الوقت ان شاء الله نوصل اللي احنا نفسنا فيه يعني. طب برضو هسال مريم، مريم انت اكيد لعبتوا على المستوى الدولي بشكل كبير وشاركتوا في بطولات دوليه كتير جدا، شايفين ان يعني احتكار الصين للعبه دي ما زال وسيزال وسيظل، وزي ما بيقولوا ويدوم ويدوم، ولا ممكن نكسر هذا الاحتكار
ونبقى متواجدين احنا كلاعيبه مصريين في منصه التتويج؟ هو طبعا انا اتمنى ان اي حد مصري يقدر ان هو يخش بين الصينيين ويكسب وكده، بس انا بشوف ان هم يعني يمكن هيفضلوا هم التوب، لان هم كانوا بادئين منهج تنس الطاوله من بدري قوي. يعني اللعيب من هو صغير هو بادئ على منهج تنس الطاوله، بادئ يعني بيدرس الترابيزه عامله ازاي، بيدرس مثلا الكوره رده الفعل هتبقى عامله ازاي، فهو يعني متفرغ كل وقته لتنس الطاوله، فهو متاسس صح. فهو بالنسبه له كون انه يغلط او يخسر بيبقى اقل صعب شويه. يعني احنا يمكن عشان لينا حياه تانية، لينا دراسه، لينا الحاجات دي، فالموضوع بيبقى اللي هو مش كومبليتلي فاضيين لتنس الطاوله. بس هم بره بيبقوا في اسيا وفي الصين يعني واليابان بيبقوا اكتر متفرغين لكده، فبحس ان هم يعني هيفضلوا في التوب شويه. بس انا اتمنى ان حد فينا، اي حد يعني سواء احنا او غيرنا، ان احنا نقدر يكسب. بس الفتره الاخيره شفنا بدانا نشوف التوب، التوب 8 لعيبه مش صينيين، يعني ممكن نلاقي 5 صينيين و3 اوروبيين، اربعه صينيين واربعه اوروبيين، ما بقاش الثمانيه صينيين. فانا شايف ان دي بدات تتكسر شويه بالظبط، يعني بدات اللعيبه تتجرأ على اللعيبه الصينيين وتكسبهم. وجهه نظري صح؟ ايوه هي فعلا في بطوله العالم وفي الاولمبيكس في ناس من البرازيل دخلت بقت في ضمن الاربعه بالزبط. وفي ناس من المانيا وناس من السويد. عمر عشر خد خامس اولمبياد. ما شاء الله. ويا رب ان شاء الله كلنا نقدر نوصل. عمر وصلوا يعني، وهو كمان يقدر يوصل لحاجه اكتر من كده ان شاء الله. ان شاء الله توصلوا. خلينا نطلع لفاصل بس استاذنكم اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع مريم ومروه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كنا بنتكلم في الفاصل، كنت بتكلم مع مروه ومريم، انه في الرياضي بيبقى ليه ساعات، بيبقى ليه يعني مواهب اخرى، او يعني زي ما بيقولوا بيحب هوايات تانية. هوايات، طب خلينا نشوف راي مروه ومريم كده. يعني مروه، انت يعني ليك هوايات تانية بتحبي تعمليها؟ سيبك من تنس الطاوله بقى والجامعه على جنب كده، بيتبقى لك في اليوم 5 دقائق فاضيين، بتعملي فيهم ايه؟ هو يعني للاسف ما بيبقاش في مجال كبير قوي ان احنا يبقى عندنا هوايه نفضل مثلا نمارسها كل ما يبقى نبقى فاضيين. بس من الحاجات اللي انا بحب اعملها او بحب اسمعها مثلا البيانو. يعني احنا كان عندنا بيانو في البيت كان بتاع اختي، فانا كنت دايما بحب كل شويه كده. ما شاء الله اختي الثاني اصغر ولا اكبر؟ لا اكبر، عندي اختين كمان كبار. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا رب ان شاء الله. فهي كان عندها بيانو، فانا اللي هو كل شويه لما احس ان انا مضغوطه مثلا مذاكره قوي اروح رايحه العب شويه بيانو كده. بس طبعا مفيش حاجه حافظاها يعني، بطلع من عيني. كنا جبنا البيانو كنا جبناك في استوديو بيانو. كنت ان شاء الله مره ثانيه. بتحب تغني؟ يعني لا يعني دي بقى بغني. يعني طب ما تغني لنا حاجه. لا لا ليه؟ صعب. لا ما ليه؟ لا لا عادي. لا صعب والله. طب بتحبي تغني يعني اغاني قديمه جديده؟ بحب اسمع ام كلثوم جدا. الله. يعني انا دايما لما مثلا بيبقى في الحفله بتاعت ام كلثوم لما بتيجي بالليل ساعات بروح اسمعها، بحب اسمعها جدا. دي من الحاجات. اكتر اغنيه بتحبيها لام كلثوم ايه؟ اغنيه اقول لك ايه عن الشوق، دي الصراحه اغنيتي المفضله. يا عيني. ايوه يا عيني. طب انت عمري؟ انت عمري برضه حلو قوي. في اغاني كتير حلوه الأطلال. بس ايوه يعني دي حقيقة. بس انت اكتر حاجه اقول لك يعني الشغل. دي اكتر اغنيه انت بتحبيها. طب مين تاني من المغنيات يعني؟ ام كلثوم طبعا دي اللي بتحبي. عبد الوهاب مش نادر ما تلاقي حد يعني. مش بسمعه كتير بس بحبه. في اغاني كتير حلوه. في برضه نجاه بحبها. نجاة دي حدوته. وفيروز بحبها برضه يعني. حاجات كتير يعني. نجاة دي انا من الناس اللي نفسي اقابلها. يعني انا نفسي اقابل نجاة. صوتها جميل يعني. صوتها جميل جدا. طب خلينا نشوف مريم. يعني مريم انت ايه بقى مواهب والهوايات؟ هو برضو يمكن زي مروه قالت بيبقى صعب قوي ان احنا نلاقي حاجه يعني وقت ان احنا نعملها. بس احنا يمكن لما جت وقت الكورونا وكنا قاعدين في البيت طلعنا البيانو ساعتها، قعدنا مع بعض مثلا اتعلمنا حاجات طبخ نعملها يعني. احنا بنحب اكتر نعمل ديزرتس مش اكل حادق يعني. بس انا بعمل اكل حادق حلو. بصراحه انا بعمل اكل بتعملي حلو كويس ولا ايه يعني؟ انت الحادق وانت الحلو. خلاص كده ضمننا العزومه. خلاص يا جماعه احنا كده كل بقى ضمننا في حادق وفي حلو. أيوه يبقى كده تمام. يعني انت بتحبي تطبخي الحاجات اللي دي حقيقه. فبحب اصل دي موهبه خلي بالك. يعني الطبخ وان انت تبقى دي موهبه. هي مامتي واختي نبيله بيطبخوا حلو قوي، فاحنا بنحب نقف معاهم في المطبخ نشوف يعني بيعملوا الاكل ازاي وكده. جوعتينا. طيب ايه تاني يعني؟ طب بالنسبه للاغاني مالكيش في الشعبي بقى والحاجات دي وبتاع ولا برضو قديم؟ لا يعني في بنحب قديم برضو. واحنا صغيرين كنا دايما لما نرجع مثلا من التمرين بالليل او حاجه بنقعد انا ومروه وماما وبابا نسمع ام كلثوم بقى بالليل. برافو. واضح ان بابا وماما اللي حببوكوا في ام كلثوم. يعني انا عايز اقول لك ان دي ام كلثوم عمر ما اغانيها بتقدم. بالظبط. يعني انا ما بسميش اغاني ام كلثوم اغاني قديمه. اكيد لا، ام كلثوم بس خلاص هي ماركه. طب بتحبي اكتر اغنيه ايه؟
اكتر اغنيه انت عمري. انت عمري. بس انا ما زلت متاكد ان مروه بتعرف تغني. متاكد؟ لا انا بجيب التون. مروه بتعرف تغني صح؟ بندندن بس. لا في البيت لا، كان بره البيت صعب. لا بتبقى حاجات جوه كده. بس طب هي صوتها حلو بامانه، مش هخليك تغني. لا ماليش صح، ده صوتي راح. صوتي راح خلاص. صوته احسن. طيب لا ماري مروه. لا مروه. مروه والله. لا احنا قلنا بنتنافس في يعني احنا على الترابيزه اهو نتنافس. مروه. مروه صوت احسن صح. واضح ان هي حتى طبقه التونه التون الصوت شفتي يعني انا حسيت بيها حتى وهي بتتكلم الطبقه يعني. طب مين اكتر يعني، بابا ولا ماما بقى من ناحيه الغنى يعني، بيحب يغني يحب يدندن باستمرار؟ لا ما اظنش ان في حد فيهم بيحب كده. يسمع بس. سميها زي حالتنا. ايوه ما فيش حد بي. لا لا. طب قولي لي، هل مثلا انتوا في وقت بيبقى مقدس بتقضوه مع بعض كاسره؟ الغداء يعني، احنا مثلا في اسره تقول لك الغداء ده لو الدنيا اتشقلبت لازم كلنا نقعد على الترابيزه. الفطار في اسره تقول لك لا كلنا حتى لو حد ما عندوش حاجه بدري بيصحى لازم كلنا نقعد على الفطار. ليه انا بجيب الحاجات دي؟ الحاجات دي هي حياه الرياضي. انتوا عندكم مواعيد مقدسه كده في العيله؟ هو يمكن واحنا صغيرين كان الموضوع يعني منتظمين عليه اكتر، انه مثلا يوم الجمعه ده بيبقى في الاغلب يوم العيله كله، بنصحى الصبح لازم نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض، حتى نتعشى مع بعض، ممكن نتفرج مع فيلم مثلا كلنا مع بعض. فواحنا صغيرين كان الموضوع اسهل شويه، علشان يعني مثلا المدرسه والتمرين بس، فكان الموضوع بيبقى اهون. اخواتي ما كانوش لسه، كانوا لسه في الجامعه وكده، فمش بيشتغلوا، فكان عندهم وقت فاضي اكتر. بس دلوقتي للاسف عشان كلهم بيشتغلوا وبابا مثلا حتى بيشتغل يعني بنحاول على قد ما نقدر ان مثلا الفطار الصبح في واحد مش موجود، حد مش موجود عنده شغل عنده حاجه، فهو بيبقى صعب شويه، بس بنحاول ان يوم الجمعه نبقى مع بعضينا يعني. طب ومروه الكلام ده ايه اخباره؟ هي يوم الجمعه فعلا هي الفطار كده كده لازم نبقى كلنا مع بعض. بس مثلا لكن الغداء يعني مثلا ساعات انا ومريم بعد الصلاه ممكن مثلا ننزل نتمرن شويه مع بعض، ممكن نعمل فتنس مع بعض، فبنبقى متغيبين عن البيت. وبعد كده بقى مثلا لان احنا طول الاسبوع صبح وبالليل احنا بره، فبرضه بنحب ندي شويه وقت لاصحابنا بصراحه. طبعًا بالليل طبعًا. فبالليل بقى. طب صحابكم هم يعني انت ليكي يعني انت صحابكم مشتركين حتى في الصحاب؟ هو في الاول اول ما دخلنا الجامعه كان انا اتعرفت على الناس ومريم اتعرفت على الناس، وبعد كده اتعرفنا بقى كلنا على بعض، فبقينا مجموعه كبيره قوي. انتوا مجموعه كبيره يعني صحباتكم كلهم انتوا كلكم يعني انتوا بتشاركوا بعض حتى في الصحبات يعني. في صديقه هي صديقتك وصديقه مريم يعني. الموضوع ده مش بس، خلي بالك سبحان الله في اوقات بتلاقي التوأم بينفروا من علاقتهم مع بعض كتوأم. أيوة. كل واحد يحاول يستقل بحياته. وفي توأم بيبقوا مبسوطين جدا ان هم مع بعض. انتوا واضح ان انتوا من النوع الثاني يعني، انتوا مبسوطين أكيد جدا ومتماسكين جدا وكل حاجه. طيب قولي لي مثلا، هسألكوا سؤال كده على الهوا وكل واحد يقول لي رايه، انت تتمني ايه لمريم؟ بس ثانيه واحده بقى، الاجابه لازم تبقى يعني انت كنت رايحه الاجابه. واحده واحده عشان تتمني ايه لمريم؟ انا بتمنى لها طبعا كل الخير اللي في الدنيا. انا لو اقدر هي تبقى احسن مني في كل حاجه انا هبقى مبسوطه جدا، لان طول ما هي ناجحه انا كمان بحس ان انا ناجحه يعني. احنا الاثنين بنكمل بعض، وكل ما بننجح تبقى حاجه حلوه قوي. فبتمنى لها كل التوفيق في حياتها، في الدراسه وفي الرياضه وفي حياتها عموما، وان شاء الله لما نشتغل. ودايما بحب ان انا لما احس ان هي تعبانه احب ان انا دايما اديها دافع ان هو لا معلش، احنا كل ما بنتعب كل ما بنكسب، وبنبقى مثلا موجود يعني موجودين في حتت بره مع بعض، دي بتبقى حاجه حلوه قوي. صحيح. يعني لما مثلا بنسافر احنا اثنين بالظبط، بتبقى معايا في بطوله افريقيا، بتبقى معايا في بطوله العرب، بتبقى معايا في البطولات الدوليه، بتبقى حاجه حلوه قوي ان احنا بنبقى ماشيين. حتى الناس تقعد تقول ايه ده الله انتوا توأم، ايه ده الله انتوا توأم، فبتبقى حاجه حلوه قوي ان احنا على طول بنشجع بعض. فانا بتمنى لها كل حاجه حلوه في الدنيا، ولو اقدر اديها عيوني هديها لها بجد. الله. عشان هي فعلا احسن حاجه في حياتي. ام كلثوم يا باشا، ام كلثوم يا باشا. ده كلام كبير قوي. طيب قولي لي يا مريم، تتمني ايه لمروه؟ انا طبعا بتمنى لها كل التوفيق وكل الخير، وانا اتمنى ان هي تشاركني كل حاجه يعني. انا عايزه نفضل من اول يوم في عمرنا لاخر يوم في عمرنا احنا مع بعض في كل حاجه. يا رب ان شاء الله. فانا نفسي فرحتنا دايما تكون مع بعض، شغلنا دايما يكون مع بعض، طريقنا من اول ما ابتدناه لحد ما ننهي، سواء كل واحد هيروح بيته ولا حتى نفضل في نفس البيت، ان احنا دايما نبقى مبسوطين مع بعض. وان هي طبعا اشوفها متفوقه في كل حاجه، ومش بس في الرياضه، في الدراسه وفي شغلها، لان يعني بجد ان انا اشوفها ناجحه ده بالنسبه لي انا كمان ناجحه يعني. ان شاء الله. بجد انتوا يعني بجد حاجه جميله، ربنا يخليك. حاجه فريده وحلقه من اجمل الحلقات اللي شفتها، لان انتوا المشاعر اللي في الحلقه مش بس التفوق الرياضي والتفوق العلمي، لا المشاعر اللي بينكم من بعض حاجه جميله، والنموذج لاي اسره مصريه. طيب خلينا اخر يعني اخر حاجه في كلمتين، طموحاتك كلمتين
طموحاتي ان انا ان شاء الله ازود من اشتراكاتي الدوليه، لان ده هيديني خبره كتير قوي وحسن من مستواي الفني، وان انا ان شاء الله احترف بره. مره انا كمان ان شاء الله يا رب نحترف بره، احنا اتنين مع بعض ونلعب باريس اولمبياد 2024 نلعبها مع بعض، وكل الطريق النجاح نكون فيه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله، وبندعي لكم كل الدعاء ان شاء الله الكويس ان انتوا تحققوا حلمكم. مروه انا بشكرك، نورتيني وشرفتيني. مروه الهديبي نجمه طبعا تنس الطاوله المصريه ومنتخب مصر، بشكرك نورتيني وشرفتيني. ده نور حضرتك، ربنا يخليك. شكرا. مريم الهديبي بشكرك نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق في رحله الاحتراف. ربنا يخلي حياتك. ده نور حياتك، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان يعني لقاءنا النهارده، كان لقاء مليان بالمشاعر يعني الجياشه زي ما بيقولوا، بين يعني اثنين لعيبه نجوم وفي نفس الوقت هم توأم بيشاركوا بعض كل اللحظات الحلوه واللحظات الوحشه في الرياضه سواء اخفاق او غيره. كانت حقيقه حلقه مليانه بالمشاعر. بشكركم شكرا جزيلا، وخليني اتقابل مع حضراتكم في حلقه جديده من الابطال.